يسألوني خليني نخدم نفسر الكور، وبعد كان واحد مش فاهم نعطيكم المانجش تست. ليه؟ أول حاجة البارتي هذي باش نعملو بها، البارتي الأولانية الكل هذيك حبيبي، ما مش لازم. دونك باش نبدا ليستكتيف دو دوني كيسكينا فاريابل، وإلا سامحوني اللي يحب يسجل باش ما يحطاش يتفرج في اليوتيوب ولا حاجة، يعمل لك تبتير فيديو من التليفون نتاعو، يعمل تبتير فيديو من التليفون نتاعو توي ينجم يسجلها بدون ما تكمل السيونس تلقى فيها مسجل على التليفون، يعني يعمل تبتير للتليفون نتاعو فقط باش ما يبقاش يمشي لليوتيوب ويتفرج، يسجلها بالتليفون السيونس هذي. أول بارتي هي اللي ريستريكتير دو دوني، كيس كان ولا كيس كينا فاريابل، اش معناها فاريابل؟ هي في البروغراماسيون عندنا زوز حوايج، عندنا فاريابل وعندنا كونستون، باش نفهمو اش معناها فاريابل واش معناها كونستون. قلنا عندنا زوز حوايج، كونستون وعندنا فاريابل. لهنا شنو الفرق ما بين الفاريابل والكونستون؟ نفترض عندي بروجرام نتاعي، خلينا نحط هنا سطح لهنا وهنا باش نفسر في الوسط. نفترض عندي الجوريثم هنا باش نسميها مثلا الجوريثم صوت مثلا، هذا اكزامبل ليست اكزامبل باش نفسر الكوبي. وديما انتم على الالغوريثم تبدا بالتركيب وتم تلقى ديما اي الالغوريثم ديما وين يقول لك اخدم لي الالغوريثم، شفت اش تعمل الستركتير بتاع الالغوريثم، يعني الشكل بتاع الالغوريثم انجينيرا كيفاش تعمل كلمة الالغوريثم نتاعك هذيك كلمة الالغوريثم، اسم الالغوريثم نتاعك تسميه انت حسب الاكزرسيس، وتعمل الدوبي والفان نتاعك، هذه هي ديما الالغوريثم كيفاش تستركتير نتاعك، دوبي والفان كلمة الالغوريثم، ومن بعد اسم الالغوريثم كيف سوا صوم افيشاج مدريش سميه انت اللي تحب. ليه؟ مش حديثنا لهنا، فقط حبيت نفسر لكم الكونستونت والفاريابل. ليه؟ الكونستونت الكونستانت مثلا نجي نكتب لك لهنا x، نختار نكتب لك x إيجال ترجع لك حق هنا مثلا x إيجال 2. من بعد الانسكريبسيون اللي بعدها نجي نكتب لك مثلا y، بالطبيعة لهنا راهي إيجال يعني x رسوة، يعني في ال تونيك مش معناها الرسوة والإيجال والشيء هذاك، لا تو فقط حاجتي باش نوري لك ديفيرونس ما بين كونستانت و فاريابل. اكس مثلا حطيتها 5، رسوا هذيك الفلاش الموجه للاكس اش معناها؟ معناها راني حطيت الفالور على اليمين و 5 حطيته في وسط الاكس. لهنا نجي نكتب لك مثلا فاريابل اخر اي جري رسوا اكس بلس 5. نفترضوا يا جماعه الاكس نتاعي سي تان كونستانت، c'est un constant. شوف من الاول حطيت فيها الفالور 5، من بعد ما عنديش الحق نبدل الفالور هذاك في وسط البروجرام. من الاول هذه سيتان نختار هي سيتان كونستانت، حطيت فيها الفالور 5
تيجي نكتب له في وسط البروجرام مرة أخرى الإكس ونبدل الضمير بتاعي نحط مثلا سي، عملت غلطة. علاش؟ لأن الكونستانت ما لازمش الضمير بتاعي يبدل، ما عندكش الحق تلمس الضمير بتاع الإكس. تجي تتملى وتحط له الضمير اللي باش تخدم بيه وحاب تستعمل كيما لهنا مثلا في الضمير دو بي. كيفاش نعرفو؟ نعرفو أنه 3.14 يجيش منه نعمل اكسبكسيون اخرى نقول له بي حط لي فيها 5. لا غلط تولي لنا. علاش؟ لان بي سي تينا ولا سي تان كونستون، معناها الكونستون راك اذا حطيت فاريال حطيت فالور في الكونستون راك بتاع ما تنجمش تبدل الفالور نتاعك باش نكونوا واضحين. هذه هي الكونستون. الفاريال بالعكس هذا بالضبط. الفاريال اذا حطيت فالور وسط الإيكري مثلا لهنا نختار له الإيكري في فاريال باهي، قداش فيها تو تاع الإيكري؟ فيها الإكس وزدتها 5، الإكس وزدتها 5، إيش معناها؟ الإكس قداش فيها؟ 5 مع 5 تجيني فيها 10 الإيكري، ولا الإكس ما فيها 5 وزدناها الخمسة جديد وقلتلنا إكس باهي. مادام هي فاريال قداش من شي تحت هذا في الإيكري حط لي فيها 15 مثلا، شنو كان فيها؟ كان فيها الإكس لهنا كان فيها الفالور 10، ومن بعد تبدلت لهنا ولا فيها ولا فيها 15، مش مشكلة لهنا لأنه الإيكري التيب نتاعو سي تان فاريابل. علاش؟ يعني الفاريابل باختصار الفاريابل المحتوى نتاع الفاريابل هذاك يتغير بالكور دو بروغرام، نجم نبدل فيه. الكونستانت لا، الكونستانت إذا أنت حطيت من الأول فالور ما عندكش حق تغير في وسط البروغرام. هذا الفرق ما بين الكونستانت والفاريابل. هذا باختصار شنو الـ ديفيرونس أونتر الكونستانت والفاريابل. بي تو باش نتعرف أون بروغراماسيون بور إكرير أن ألغوريثم يلفو يوتيليزي دي فاريابل. شاك فاريابل بوسيبل بيه لهنا الفاريابل شنو عندنا؟ يعني الخصائص نتاعو لي كاركترستيك باهي عندو أول حاجة هو ليدونتيفيون. تنفسرلكم شنو معناها ليدونتيفيون؟ تنبدل الكولور باهي. ليدونتيفيون أول حاجة هنا ليدونتيفيون يا جماعة باهي. إيش معنى ليدونتيفيون؟ ليدونتيفيون يا جماعة هو يعني نكتبو بالنسبة للقوة الهوائية اللي يعني شو هذا راكم باش تبحثوا عليه يعني باش تكتبو في ورقة باش ما تبقوش تعاود من بعد فيديو كامل اكتب الملاحظات هذه المزيودة اكتب كنت نبقى أستيلو و أول حاجة الميدانتيفيون الفاريابل مش ناس كده الكاركترستيك متاع الفاريابل مش نوع أول حاجة سي ميدانتيفيون دام تسريكم كده وش معنى الميدانتيفيون الميدانتيفيون وش نوع هو اسم الفاريابل. شوف اللي استعملناه في الإكزامبل شنو ليدونتيفيون لولين يوال إكس، ليدونتيفيون تين يوال إيكغي، ليدونتيفيون تين يوال بي، ليدونتيفيون هذا نفسه يوال إيكغي، يعني أنا نكتبوها ليدونتيفيون، يعني أي فاريابل عنده اسم باش تسميه اسم، هذاك الاسم يتسمى ليدونتيفيون. الكاركترستيك الخاصية التانية نتاع الفاريابل شنو؟ الفالور. عنده فالور زادة يعني قيمة. اش معناها؟ شوف لنا الإكس اش قلت له؟ رسوا سان اش معناها؟ معناها الفالور بتاعه 5. الإيكغي الفالور بتاعها شنو؟ إكس بي 5 يعني 5 مع 5 جبنا 10 هذيك الفالور. الثالثة الفالور دو بي هذيك سي تان كونستونت مي مش مشكل نفسها حتى الكونستونت عنده فالور. البي حطيت فيه 3.14 الفالور دو إيكغي 15. دونك ليدونتيفيون هو اسم الفاريابل الفالور
بتاع الفاريبل هو القيمه اللي مش تعطيها له وانت مش تستعملها. والحاجه الاخرانيه التيب بتاع الفاريبل. التيب بتاع مش معناها التيب، نحن قارين في الكورة بتاعنا بطبيعه الثلاثه مش نحكي فيه الكل، لانه تم شكون يعرفش شنو اش معناها التيب. عنا التيب شنو ما انجنيرات العقل تنزيل نحن نكسرهم الكل رابش استوى لا محبش اعطيكم على التيب. عنا لونتي، عنا الريال، عنا الكاركتير، كاركتير، وعنا الشين، وعنا البوليان. بي شنو ما هيك اظن لي تيب دي فاريابل، معناها دي فاريابل ينجم يكونوا لي تيب واحد من هيك. اش معناها اونتي؟ راهو هذا الكل باش نحكوا فيه. جيست توا باش نفسر لكم فاريابل شنو الخصائص نتاعو، عنده اسمه ليدونتيفيون الاسم نتاعو، معناها اكس واي اللي تحب انت تسميه، عنده الفالور القيمه نتاعو، عنده التيب. توا احنا باش نفسروا التيب، شنو هو التيب؟ التيب لهنا اش معناها اونتي؟ معناها لو عدد، اش معناها عدد؟ عدد من غير فاصل، مثلا واحد، اثنين، عشرة، موانسون، موانسان، هذا سيتا مونتي يتسمى عدد. الريال، الريال هو شنو؟ هو عدد بالفاصل. الريال هو عدد بالفاصل، ان فيرجيل دو مثلا، سانك فيرجيل تروا. الكاركتير هو شنو؟ الكاركتير هو ان كاركتير، يعني اي حرف تكتبه بالكلافيه يسمى كاركتير. الشين هي ان انسومبل دو كاركتير، يعني مجموعة دي كاركتير، والا ان انسومبل يعني كلمات ولا حروف، مجموعة كاركتيرات تكتبهم بالكلافيه. والبوليان حاجة تعطيك ثري ولا فور، حاجة تعطيك يا ترو يا فولز. هذا كل مش نفصلوه، نجي نستخدمها في تاع الباريبل نتاعك. ب لهنا يدلك اون الجوريثميك اون بو اتيليزي دوتر تيب دوجي كون افير. كي نحكي لك على الفاريابل كون افير كونستون، هنا نكتب كونستون. ان كونستون ايت ان اوبجي، اش معناها الكونستون؟ فسرتو لكم قبل لا تكتبوا حاجه شيء. انا الكونستون هو حاجه، هو ان اليمون. شنو هو الخاصيه نتاعو؟ انه الفالور بتاعه ما يتبدلش في كود البروجرام، هذه هي اللي تشدها فيهم. الفاريابل بيتغير في كود البروجرام، الكونستانت ما يتغيرش. باهي، توا باش نتعدوا للتيب دي فاريابل. شنو هما التيب دي فاريابل؟ كنا نحكوا فيهم توا. كنا نحكوا فيهم لونتي اللي هي الشيء هذا الكل. باهي، التيب نيميريك، أول حاجة عندنا حاجة تسمى بالتيب نيميريك. التيب نيميريك عندنا دو تيب نيميريك، اللي هما لونتي كنا نحكو فيهم، والريال زوز لوال لونتي والريال. يا جماعة اش معناها لونتي واش معناها ريال؟ كنا نفسرو في التو. لونتي هو عدد من غير فاصل، خمسة، ستة، عشرة، مية، موانسون، موانتروا، موانسان. والريال هو عدد بالفاصل، خمسة فاصل اثنين، سبعة فاصل ثلاثة، موانسان بالفيتو، مانسون دو بيسي، اللي تقدم المهم عدد في الفصل، دونك في عدد من الفصل، الريال عدد من الفصل، لكن انتم ما كنتم تخدموا تلبيات على البيتون. الاونتي اللي انا باش نحكوا اونتي، او ان بوتيت دو تيب اونتي، اللي هو في البايثون، اذا تعرف ان الاونتي في البايثون سي ان ان. والريال هنا او ريال، هنا مش تعوض ريال في البايثون بولي لك فلو بيه. لان اش قال لك ان فاريابل دو تيب اونتي يحكي لك على لونتي تو كونتيان ان فالور سون فيرجيل، هذه كنا نحكوا فيها تو بدون فاصلة، يعني من غير فاصل. اش معناها؟ اعطيك اكزومبل 2 موان 17 1254 0 5، هذوما كلها في عدد اونتي، يعني لونتي باختصار هو شنو؟ عدد من غير فاصل. تو باش نحكي لك على التيب ريال اللي هو الفلو في البايثون.
invariable اللي تكريه يعني حاجة اللي تكريه شنو نجم تحط وسطها contain in valeur avec ou sans virgule ده يعني انت في ال التيتريه الفاريابل راك تنجم تحط فيه اعداد بالفاصل والا من غير فاصل ما يقلبش لكن الاعداد اللي تيب اونتي تحط فيه كان اعداد من غير فاصل نزيد نعرف النقطه هذه راني مازلت ما وصلتش للشيء توا باش نفسر التيب نيميري لونتي مش قول لونتي لونتي قلنا هو ان تيب يعني الفاريابل اللي تبقى عندك فاريابل تيب لونتي ما تنجم تحط فيه كان اعداد من غير فاصل كما درنا 2 1 سي اعداد كلها من غير فاصل ما يهمنيش فيها نيجاتيف بوزيتيف ما عندك ما تقلقش باهي صحيح هذه ملاحظة حبيت نفسرها الفاريابل الريال تنجم تحط فيه لونتي من العكس ما تنجمش اش معناها معناها التيب ريال هاو جنريك التيب ريال نحن باختصار شو قلنا contient une valeur avec ou sans virgule يعني التيب ريال راك تنجم تحط فيه اونتي والا ريال ما يقلقش لكن لونتي لازم تحط فيه كان عدد من غير فاصل اونتي التيب ريال تحط فيه او الاولاني اليوم الاولاني مش عارف 5.2 الثاني نقص 7.0 55 والاخير عطلق 15 هي في بيعتها سيتانتي ما تنجم تحطها في ديبري يقبل لكن اللونتي ما يقبلش ديال ما تجيش انت مثلا اكس التيب نتاعو ريال اونتي وتحط فيها مثلا سنتر جيلدون كيف ما مش صحيح حتى تقول دونك التيب اونتي عدد من غير فاصل وتنجم تحط فيه كان الاعداد من غير فاصل التيب ريال اعداد بالفاصل وتنجم تحط فيها اعداد من غير فاصل ما يتقلبش معناها الريال تنجم تحط فيه اونتي وزاد تحط فيه عدد بالفاصل هذه ليه انا اعطيكم مثال اللي ما فهمش باش نزيد نفسر يعني اش قول عندنا اونتي هذوما لي تيب نيميريك اونتي وعندنا الريال باهي دو تيب يا جماعة تيب اونتي وريال شنو الفرق ما بينهم لونتي نحط فيها عدد من غير فاصل مثلا 5 8 موان 8 موان 100 اي هذا ما عدد من غير فاصل هذا لونتي ايش معناه معناها عدد من غير فاصل الريال هو شنو عدد بالفاصل كيفاش سان فيرجيل 10 فيرجيل 3 100 فيرجيل 9 موان 4 فيرجيل 1 شفت هذا ما كلها بالفيرجيل ونجم زادة في التيب ريال ملاحظة زايدة هذه نحط فيه عدد بالفاصل من غير فاصل معناها هو الأصل الريال شو ولا هو عدد بالفاصل ولا ونجم نحط فيه 5 بيقلبش واضح ولا الأصل 5 هو التيب نتاعو شنو اونتي لكن لا عادي ما يقلبش لونتي نجم نحطه في الريال هذه الملاحظة حبيت نفسر هذه يعني الخمسة هو التيب نتاعو والأصل يكون اونتي ولا مي نجم نحط هنا لو تيب علاش؟ لأنه الريال يقبل أنك تحط فيه أونتي واضح العملية يعني الثمانية هذه هي تيب أونتي نجم نحط نجي لهنا نقول لك تيب ريال نكتب لك إكس هو التيب نتاعه شنو الإكس مثلا نفترض التيب نتاع الإكس ريال نجي نقول لك الإكس حط فيها 5 ما قالكنيش الأصل شنو؟ أنك تحط فيه عدد بالفاصل لانه ريال لكن يقبل انه تعطيه عدد من غير فاصل ما يقلقش يقبل انك تحط له اونتي هذه هي الملاحظه اللي حبيت نوصل ليه كم هذا الفرق ما بين التيب اونتي والتيب ريال ان فاريابل نيميريك بتاتر التيب هنا نحط اونتي او
لأنها نحط بوريه وعطيت لأنها قرينات الشيء هذا الكل توا عطيت لي زوبيراتور أريتميتيك لي دو كومباريزون لي زوبيراتور أريتميتيك لي دو كومباريزون هذه يا جماعة الكور نتاع الماث والسيونس والتكنيك نفس الباتي نفس الأمور نتاعي يا ولدي الشين ما زالت تاع مصالح ما زالت قدام الشين تو قاعد نفسر في النيميريك انا جايين الشين ها نشوف باش نهبط برشا باش نوصل للشين ها كيف كاركتير ومن بعد نتعدل كيف شان كاركتير ما زالت يا جماعه يا حمادين بشوية بين تو لي زوبيراتور اريتميتيك اي دو كومباريزون اي كيف باش تقرو احنا تو شنو قرينا كيف نيميريك شنو معناها كيف نيميريك التيب نيميري هما لي تيب كيما قلنا الخاصين بالعدد فقط هذاك العدد سمي نيميري جاي من النيميري هي اللي تخص العدد يعني مثلا مش تحسيب ولا كذا كذا مي دونك اي تيب باش تقرا روعه دي زوبيراتور اريتميتي والا دي زوبيراتور دو كومباريزون يعني مقارنه الاريتميتيك هي كيما الجمع والطرح والبرودوي والديفيزيون والكومباريزون هي مقارنة مثلا أكبر أصغر انفيريور سوبيريور سوبيريور ويغال انفيريور ويغال ديفيرون هذيك تتسمى لي زوبيراتور اريتميتيك اي لي كومباريزون الجدول هذا باش يلخص لك كل شيء لي زوبيراتور اريتميتيك ولي زوبيراتور نتاع لي كومباريزون بالنسبة لأول حاجة عندنا شنو؟ عندنا لوبيراتور الأولى وإلا ديزينياسيون دو لوبيراسيون عندك نحن في المات نجو نحسبوا زوز حوايج أول حاجة نحسبوها شنو؟ نحسبوا البارونتيز يعني اللي يخص البارونتيز نحسبوا هذيك علاش قال لك البريوريتي دي زوبيراتور شو معناها؟ يعني أنت إذا عندك عملية يا جماعة عملية من تيب نيميريك أنا نقرأ في تيب نيميريك عملية التيب نيميريك نبدو بشنو؟ نبدو نحسب البارونتيز شو معناها؟ الأصل تاع الكل هو هذا مثلا نجي نكتب لك 5 مع 2 في 3 موزع بالطبيعة باش نحسب لي البارونتيز الأولوية للأقواس هذيك أول حاجة الثانية كان عندي أولي حطيت 2 على شنو؟ كان عندك ملتيبليكاسيون ضرب ولا قسمة ولا ديفيزيون أونتيير ولا باقي قسمة دون نحن مولي ديفيزيون أخير فرق ما بين الديفيزيون والريسك هي أهم برشا هي تيب المود هي المرتبة الثانية البريوريتي نتاعك إيش معناها؟ في العملية هذه أول حاجة ما باش نحكم ولا كويس ولا اللي فوسط لا كويس شنو عندي فوسط عندي الكويس اللي هي الجنب وعندي الضرب أنا هي الأولوية اللي باش نخدم باش نخدم الملتيبليكاسيون هذيك علاش هو في لهنا كتب لك الملتيبليكاسيون هي الثانية كيف تعمل ملتيبليكاسيون اللي باش تخدم بعد البارونتيز باش تمشي للملتيبليكاسيون يعني لهنا مش باش نجي نحسب 5 مع 2 كما يعرفوا برشا 7 يضربها في 3 غلط باش تضرب 2 في 3 لان الاولويه للضرب ما باش تعمل 5 يعني لهنا 6 مع 5 باش تجينا 11 الا واحد باش تجيك الريزلتات 10 واضح دون لهنا الملتيبليكاسيون نعرفوها او عطيت اكزومبل لهنا الرمز نتاعها في الالغوريثم هي ليتوار وفي البايثون هي الاتوال البارونتيز هذا في الالغوريثمي تعمل بارونتيز عادية كما معطيك في التابلو وفي البايثون كيف كيف بارونتيز تبقى بارونتيز به لأن الديسم اتوال دو ايش معناه؟ معناه اضرب لي العشرة في اثنين نعطيك عشرة تو باش نتعدوا للديفيزيون الديفيزيون يا جماعة عندنا نوعين ديفيزيون وثم ديفيزيون اونتيير شنو هو الفرق ما بينهم ركزوا لهنا ركزوا بالباهي تفهموا لانها ديما تهبط هذه القسمه تهبط في الاكزامان تاع الباك استعملوها بكثره ليه مش نفس الشيء هذا ونفسر لكم الديفيزيون والديفيزيون اونتيير عندنا كم ديفيزيون وإذا ثم شكون يسمى ديفيزيون ريال ب
وعندك ديفيزيون اونتي. عندنا نوعين الديفيزيون الاولانية هاي الديفيزيون هي نفسها ديفيزيون هي والثانية ديفيزيون اونتي. شنو الفرق بينهم؟ ليك باش نعطيكم زوز عمليات باش نكتب لكم كيما الطريقة مثلا. مثلا نجي نعطيك 10 الرمز نتاع الديفيزيون هي هي سلاش 10 على 2 ولهنا الديفيزيون اونتيير هي نفسها هذا الرمز يختلف شفتوا لهنا في الديفيزيون هي عندك سلاش وفي الديفيزيون هي عندك ديف تسمى ديف مثلا نجي نعمل عندنا 10 ديف 2 شنو هو باش تعطيني الاولى وشنو هو باش تعطيني الثانية؟ انت قبل في المدرسة تجي تقسم زوز عدد تكتبها 10 على 2 قديش العملية؟ 10 قديش بقى 2 5 والباقي 0 دونك لهنا باش تعطيك النتيجة هي 5 لهنا نتيجة 10 على 2 قديش؟ هي 5 فاصل 0 علاش زدت لك 0 يا جماعة؟ لأني الكسلاش ديفيزيون اللي تعطيك كل نتيجة اللي تعطيك عدد بالفصل حتى هو حتى النتيجة نتاعنا كما لهنا 10 على 2 5 ما تحطلكش 5 تحطلك 5.0 لأني السلاش اللي تكتب على 2 هذيك تعطيك كل نتيجة ريال الدير مش تعطيك اونتي شو معنى اونتي خلينا نفهمها 10 على 2 قديش بها 5 والباقي 0 يعني يساوي 5 من غير فاصل يعني انت في اكزامان كي تلقى حاجتك باش تخدم ديفيزيون من غير فاصل تستعمل الديف وكان حاجتك باش تستعمل ديفيزيون تعطيك بالفاصل مثلا 11 على 2 تعطيك 5.5 استعمل ديفيزيون ليه ناخذ اكزامبل اخر يا جماعه باش نفسر لكم الفرق ما بين الديفيزيون ريال والديفيزيون ناخذ اكزامبل اخر هذه قلنا تعطينا 5.0 وهذه تعطينا 5 اكزامبل ريال ليه؟ بالنسبه اللي يحب يكتب يكتب مرحبا اللي ما يحبش يكتب حاجه تخصه هذه ليه؟ الاكزامبل الثاني باش نعطيك قداش على 2 في الاولى قداش باش تعطيه ولهنا 11 ديف 2 11 ديف 2 إيجال ب 11 على 2 نفس الحاجة نعمل عملية 11 سير 2 ديش قديش فيها 2 5 5 تجيني 10 قديش باش تقدر 1 ب نعمل بالفاصل 10 قديش فيها كالعادة 5.5 دونك قديش عطيتني 5.5 نتيجة مدار حتى كي يعني شفت انت سلاش هذي ديفيزيون هي يعني كأنك باش تحسبها بالكالكيلاتريس باش نكونوا واضحين كأنك باش تحسب بالكالكيلاتريس والديفيزيون اونتيير هي ديفيزيون اكليديان هاك القرينها في المات قبل القسمة الاكليدية نعمل 11 على 100 قديش فيها قديش من 2 5 ويقدر 1 ما نكملش دونك النتيجة نتاعي في الديفيزيون اونتيير هي 5 لأن النتيجة ما تجينيش بالفاصل شوف لهنا الريزلتا نتاع 10 ديف 2 و 11 ديف 2 نفس النتيجة بدل ما هما النتيجة الأصل ما يكونوش نفس لأن ثم فرق في الفاصل الأولى 5.0 والثانية 5.5 دونك لهنا الفرق ما بينهم الزوج ديفيزيون ريال وديفيزيون اونتيير الريال تعطيك بالفاصل واضحين يعني كان مش تحسبها بالكالكيلاتريس الديفيزيون اونتيير هي ديفيزيون هي القطعة هي القسمة الأكليدية اللي عرفت كانت تفكروا ما تعطينيش النتيجة بالفصل تعطيني تي اونتي فقط اونتي عدد النتيجة نتاعي من غير فصل أول حاجة ثاني حاجة كانت تزيد نطق أكثر الديفيزيون ريال تعطيني بريسي يعني فالور بريسي أكثر من لونتي، لونتي شفت هنا
نسبه 2 اون دي 2 5 5 اللي هما ريالمون مش هم 5 5 الاولى 5.0 والثانيه 5.5 دونك في الـ في الـ في الدقه في الـ في الدقه نتاع الفالور الديفيزيون ريال تعطيك الفالور الدقيقه اكثر من الفالور نتاع ديفيزيون كيل توا باش نقول لكم واضح الفرق ما بين ديفيزيون ريال ولونجي ولا هاي اللي مش فاهم يقول لي باش على الاقل نعاود نتوا اللي مش واضح يقول لي تم عاود ولا عنده كيستيون يسأل كي نفهموا لي باز ونبدا نخدموا في الاكزرسيس تو تفهموا وقتها تفهموا وقتاش تستعمل هذه وقتاش تستعمل هذه بالطبيعة باش نعطيكم هو اصلا الكور فيه او الاكزرسيس او الاكزرسيس اللي مكتوب عليه الاكزرسيس سي باش نخليه لكم تخدموا انتوما عندنا بعد باش نتعدوا الاكزرسيس اخرى اهو بعد الاكزرسيس سي تو الاكزرسيس ما شاء الله معناها انتوما جيست نخدموا بعدهم باهي توا 9 و 7 نكملوا ان شاء الله مينيموم ل 11 11 ونص ان شاء الله في الالغوريثميك يعطيك الالغوريثميك يعطيك بايثون باهي الديفيزيون ريال اش قلنا نحن في الالغوريثميك سلاش سلاش هذيك باللحظه في البايثون تبقى سلاش راهو لازمكم تعرفوهم يا جماعه في الديفيزيون اونتيير الالغوريثميك تكتب كي تخدم في الالغوريثم الالغوريثميك زعما تخدم في الالغوريثم تخدم ديف تكتب ديف كما عملنا لهنا كتبت 10 ديف 11 ديف هذه ستان الالغوريثم راه كي تجي تخدم له على بايثون يعني على لوجيسيال توني ثم تخدم على البروجرام توني اللي هو راني باش نعطيه لكم تو ها هو التوني كان تحبوا المره الجايه نقول لكم كيفاش تصوبوا اللوجيسيال هذا اللي باش تخدموا فيه من بعد هذا كي تجي تخدم على البروجرام توني لهنا واللي ناطر في الانجليش قلت لي ديفيزيون ريال الريزلتا ريال ولا اللي ناطر اللي باش نقسمو فيه الريزلتا ريال الريزلتا ريال اللي ينجمو يكونو الاعداد زاد ريال ما يقربش لكن المهم الريزلتا في الاخر باش تكون ريال كيف سوا جو الاعداد ريال ولا هي اسمها ديفيزيون ريال باهي ان شاء الله المره الجايه خاصه باش نفسر لكم كيفاش تيليشارجو ومنين تيليشارجو باش تنستعمل ليك بالطبيعة على البي سي مش على التليفون التليفون راه ما فهمش البي سي التوني باش نكون واضحين علاش ني لوجت عليه في الانترنت ما لقيتوش في التليفون سي برشا في الداونلود الجماعة لو التوني تو يطلع اهو هنا السيت اوفيسيال نتاعو اللي هو tony.org شفتو لهنا تمشي ويندوز كان تستعمل حتى في ويندوز يعني ويندوز 7 ولا ويندوز 10 ولا 11 تمشي ويندوز وتختار اي بي ان هنا تكليك عليه وتبي شارجي بارت ستادي كان عندك ماك تستعمل هذا كان عندك لينكس تستعمل الديزاسكريبسيون هما في الكود يعني في تكتب دي ديزاسكريبسيون باش ينستالي لينكس مش كيما الويندوز بطبيعة العشية مع الخمسة ابعثوا لي اللي ما دخلش في الجروب واتساب راهو ياسر ميساجات وصلتني ما وصلتش باش ندخلهم الكل وامس تبلوكيت في الـ في الـ في الـ في التيك توك على بعثاني المساجات معناها كيف نحط كاميرا ما نجمش نبعث لكثرة اني قبلت برشا باهي
يا جماعه ماستر الكوره نتاعنا قلنا ديفيزيون ريال وديفيزيون اونتيير، قسمناها ديفيزيون ريال قلنا سلاش في الالجوريثم، وكي نكتب على البايثون باش نكتب سلاش زاد في الاونتيير باش تكتب في الالجوريثم ديف كيما عملنا، وفي البايثون كي تجي تخدم في البايثون تعمل دوبل سلاش يعني ما تعملش ديف في البايثون، يعني كيما اللوجيسيا اللي خدمنا اللي هو تقولكم تو توني باش تكتب دوبل سلاش. اش معناها؟ اكزومبل هنا ديس يكتب لك 10 دوبل سلاش دو، اش معناها؟ معناها راهي 10 ديكتور يكتب لك سلاش واحدة، معناها راهي 10 على 2 بالفاصل، واضح؟ ليه؟ تو باش نتعدوا الريسك ولا ديفيزيون اونتيير، كيما عندنا ديفيزيون اونتيير قسمة خاصة بالتيب اونتيير، عندنا زادة باقي قسمة باقي القسمة الإقليدية اللي هي شنو لنا؟ مثلا كيما خدينا في الإكزومبل 11 على 2 لهنا، هذا شنو؟ هذا الدين ولا 5؟ هي طلعها في الدين، يعني كي تكتب 11 دين تو باش يطلع لك 5، والواحد باش نطلع والباقي القسمة باش نطلع هذا بالمود، هذه تشد دور، يعني كي نقولوا مود يعني ريست نتاع قسمة، وكي نقولوا ديف يعني شو تسموه انتم هذا في العربية كوسيون اللي كانت القسمة اللي ما تذكرها جماعة الصوت واضح ولا قاعد يقص؟ جماعة الصوت لاباس؟ هذا شو فما شكون قال لي الصوت قاعد يقص؟ اه مريض نكمل ليه؟ عندنا زوز حوايج لو باش نفسر لكم الفرق ما بين الديف والمود يا جماعة، واضح؟ طيب باش نفسر لكم الفرق ما بين الديف والمود، الديف اللي كنا نحكوا عليها والمود، انت كي تجي تخدم قسمة إقليمية شنو باش تعمل؟ مثلا باش نجي نقول لك مثلا اعمل القسمة الإقليمية 11 على 2، نعاود نفس الإكزامبل، شتا تعمل لي حاجة ال 11 كيفاش فيها 2؟ فيها 5 والباقي 1، ليه كيفاش باش نطلع يا جماعة؟ نطلع الخمسة نطلعها بالديف، شتا نكتب؟ نكتب 11 ديف دو، الديف اللي هي تمثل ديفيزيون اونتيير، القسمة الخاصة بالليزونتيير. باهي، والواحد كيفاش نطلع؟ عندنا فونكسيون جديدة باش نقراوها توا اللي هي المود الريست، يعني الباقي باش نطلعو بالأوبيراتور مود، والخمسة باش نطلعها بالأوبيراتور دي. يعني شنو نكتب باش نطلع عند الريست؟ نكتب 11 مود دو، كيفاش باش تطلع؟ باش تطلع الواحد. يعني أنت باختصار كان حاجتك بالخمسة تعمل كيفاش تكتب العدد وتستعمل الديف ما تستعملش السلاش، البنت اللي تجي تكتب لي 11 ديفيزيون ريال 11 على 2، كي تكتب 11 على 2 كيفاش باش تطلع لي هي ديفيزيون ريال السلاش؟ باش تطلع لي 5.5 قلنا، فهمت؟ دونك غلط ونحكي كيف بالخمسة، دونك سيتي ديفيزيون اونتيير مش ديفيزيون ريال. إذا حاجتي بالريس باختصار اكتب المود، استعمل المود، دونك الديف هي ال هذا تسموه باش نديري قلنا ال السان باش نطلع به السان اكتب 11 ديف دو، وباش تطلع الريس اكتب 11 مود دو باختصار. هذه شنو الفرق ما بين الديف والمود؟ دونك كي ضلك نحكي على الريس تستعمل المود، كي ضلك نحكي على ديفيزيون اونتيير القسمة التقليدية باش نستعمل الديف. بالطبيعة لهنا ثم إيكيفالون فيهم في البايثون في البيتون، لازمكم تحفظوهم كل واحدة شنو المقابل نتاعها في البايثون، علاش؟ لأنكم مش تعرفوا قسمة البايثون برك. الديف باش تولينا؟ تولينا دوبل سلاش ورا بعض، مش كيما الريال، الريال سلاش واحد. الديف يعني نتاع القسمة التقليدية
سلاش واحد دوبل سلاش والريس الكلمه هذيك تولي بورسونتاج فوالا ولينا بورسونتاج دونك انت كي تكتب له 10% اش معناها معناها الريس ديال ديفيزيون 10 على 2 10 على 2 القسمه كي تقسم 10 على 2 باقي قديش صفر او نصفر عادي كي تكتب له 10 دوبل سلاش ورا بعض اكزومبل يعني انت انا كتبت له 10 دوبل 2 يعني 10 دوبل 2 يعني باش تقسم 10 على 2 قديش باش تعطيك باش تعطيك 5 كي تكتب له سلاش واحده يعني تحكي على الريال القسمه الديفيزيون ريال 10 على 2 باش تعطيك 5.0 ما تعطيكش 5 لان ماشي ممكن باهي دونك كنا نتعلم لاديسيون سوستراكسيون ليغال وديفيرون نبدو بالاديسيون سوستراكسيون شو معنى اديسيون سوستراكسيون تعرفوها معايا لاديسيون هي جمع سوستراكسيون هي طرد نعرفوهم العباد الكل قال لك في البريوريتي اقوى حاجه البارونتيز هذوكم لازم تحفظوهم الجدول هذا شفتوا البريوريتي كم نفهم وقتاش نستغلوا هذا يا جماعة بربي اللي فاهم ينجم ما يحضرش راهو لي سيونس الأولانية ويخلي صحابو يفهم فما عباد راهي مش فاهمة حتى شي دونك ما تقوليش ازرب لأن الكورة هذا كان تنزل فما عباد مش باش تفهم دونك كي نقدموا شوي في الكورة جماعة فاهمين ينجم ما يحضروش تو جي يحضروا للفيديو كي نهبطوا على اليوتيوب المود باختصار هي باقي القسم ما فهمش اسهل من هذا باقي القسم شو معناه مثلا نجي نقول لك انت طلع لي الريست نتاع قسمة 100 على 2 الريست نتاعي باش تعمل عملية تقسم 100 على 2 قداش فيها 50 والباقي قداش صفر هذا باش تطلعه بالمود شو معناها تكتب 100 مود د باش تعطيك صفر هذه هي العملية المود من غير لا نبقى نعرفها لأن السيدة واضحة يعني أنت الريس باش تحسب الباقي تاع قسم العدد هذا على هذا اكتب العدد هذا كمود العدد الثاني 100 مود 2 باش تعطيك الريس باهي لا هذا مش متاع حفاظة مستحيل كان يكون متاع حفاظة كان معاملين يا جماعة على الحفاظة الحفاظة ما توصلش هذه تحفظ شنو تحفظ بعد لا تفهم تحفظ الأوبيراتور من بايثون فقط يعني شنو الإكيفالون تاع الألغوريثميك في بايثون هذا اللي تحفظ أما باقي لازمك تفهم ما نعرفش شنو الفرق ما بين ديفيزيون ريال وديفيزيون أونتيير تقول إحفاظة مستحيل كان يكون إحفاظة ليه؟ نواصلوا يا جماعة الكورة نتاع الوزير نفسه نتاع التروازير نحن راني قاعدين نعملوا في مراجعة ليه؟ لاديسيون سوستراكسيون قلنا الطرح والجمع مش تعرف واش معنى كل بليس يعني الطرح ولا الجمع ولا الوان هي طرح يعني ديس بليس دو تعطي دوز ديس وان دو تعطي كوي هذاك مش نتجاوزو اللي هما البريوريتي تروا البريوريتي الرابعة هي نتاع المقارنة اللي قال ديفيرونس ديكتومون انفيريور سيكتومون 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 كيما هي الرموز إيجال ولا ديفيرون انفيريور سوبيريور انفيريور دي أظن لأن كنجي نكتب لك كنجي نكتب لك يا جماعة نكتب لك إيس إيجال إيجال دو وإلا في ألغوريثم أنا مش نفهم ونحن الجدول الفرضية دي هذه أول حاجة باش نبدو بالأولى اللي هي هي سطر له لي بالكل باهي أول حاجة لي قال وقتاش نستعمل مثلا باش نقارن حاجة بحاجة شنو باش نقولك مثلا هل أني 10 يقال 5 يا جماعة لا دونك المونتاج مش يعطيني باش يقول لي فوق هذا غلط 10 مش ايجال 5 نجي نقول له مثلا في اكزرسيس اكس باش نحط له فيها مثلا 5 و ايجريك باش نحط له هذوك دي فاريابل ايجريك باش نحط له فيها 5 نقول له هل ان اكس ايجال ايجريك
لحظة يجري أنا بطبيعة درس واحد مش إنجاز أنا نحن ألغوريثمين يعني هي إكس حطيت لها خمسة إيجاي حطيت لها خمسة وبعد يجي يقول الآن إكس إيجاز إيجاي إحنا مش يقول إيجاي فعليش لنا يعني الإيجاز شنو تعمل الإيجاز تستيلك هل أنه الفالور على اليسار مصيب للفالور على اليمين ولا باختصار يعني هي ايش معناها الايجال الاول في البايثون مش تولي لنا دبل ايجال واضح يا جماعه في البايثون اهو في الجدول يعني انت تتكلم على الانسيه الثاني في بس لا ترجع ايجال تتبع ايجال تكتبها دبل ايجال يعني ايش معناها ايجال ايجال كما انا اعطيك في الاكزامبل شنو هل ان ديس مساويه لاثنين هذيك علاش اعطاك فولز يعني فوق واضح ب الاوبيراتور اللي بعدها شنو بالنسبه للرسوا والفرق ما بينهم دواليك قلنا انكما مستقبلا لو تتبعوني خلينا نكملوا هيك لانه مش درسنا الابلكاسيون ما زلنا ما وصلناش ديفيرون ايش معناها يا جماعه اهو الرمز بتاع ديفيرون في الالجوريثم وفي البايثون توليني نقطة تعاشق يساوي ايش معناها ديفيرون؟ كي نجي نكتب 10 ديفيرون دو 2 ايش معناها؟ هل اني العشرة مخالفة لاثنين؟ ايش معناها مخالفة؟ معناها مش نفسها هل اني عشرة مش نفسها اثنين؟ كلامك صحيح لنا هيك علاش اعطاك ترو واضح؟ نفترضوا حطيت له الاكزامبل هذا حطيت له الاكزامبل هل اني العشرة ديفيرون هل أني العشرة ديفيرون دو 10 عشرة هل أني مخالفة للعشرة لأنها مش يعطيك فولز علاش؟ لأنهم كثير مش هم مختلفين يعني ما بقيتش تعطيك ديفيرون مثلاً تعطيك إذا هما مش كثير إذا هما كثير تعطيك فولز على عكس لقال لقال تعطيك إذا هما نفس العدد اللي خدمناها الأول إذا هما قد قد تعطيك بري إذا هما ديفيرون تعطيك فوق الديفيرون العكس بتاع ليجا كان هما قد قد تعطيك فوق كان هما متخلفين تعطيك بري واضح ليه لانفيريور وسيبيريور لانفيريور ليجا كان عطوها يا جماعة مثلا هل أني العشرة أصغر من اثنين لا فوق لأنه يعطيك فولز هل أني العشرة أكبر من اثنين غريب هذيك علاش اعطاك ترو هل اني العشرة اصغر من اثنين اصغر او مساوي ام تريد الرجال فولز هل اني العشرة اكبر او مساوي لاثنين لان ترو دون واضح العملية الى حد الان يا جماعة مش من عندكم كيستيون شكون عنده كيستيون يا جماعة وقتاش يبدا لك حبسك اللي نسجلوهم لهنا اي رجع لك بنية رجع لك بنية فوقين الاوبيراتور نتاع الكومباريزون اللي قال ديفيرون سيبيريور لانفيريور الشيء هذا الكل ديما يرجع لك يمرير بالنسبة للانجستمون نتاع هذه ان شاء الله هم تقليله ولا غدوة صباح نحطهم على اليوتيوب عشان يكون لي اسمها فيرباك اسمها فيرباك ادخل الشانة متاعي هذه تيك توك دخلت المفروض مكتوب يوتيوب كليك على بدي اعطيك الشانة يوتيوب به واضح يعني لهنا الريزلتا ديما نتاع الكومباريزون ايجال ديفيرون انتيريور سيبيريور هي ديما تعطيني نتيجة بوليان اش معناها بوليان؟ قلنا البوليان هو بوليان ولا فوق به نتعدوا للتوالي بعد لابارتونونس في لونتي وكاركتير لابارتونونس هذه اش معناها؟ الكونتر بارونتيز كونتي كاركتير يعني راهي تخدم مع ليزونتي كيما تخدم مع لي كاركتير واضح اللي هي شنو ب اللي هي شنو الابارتمونس هنا كونتي كاركتير الابارتمونس هنا اول حاجه البريوريتي نتاعها خمسه سيكسيون مان تكنيك سيونس ب الابارتمونس أول حاجة الأوبيراتور أضعف أوبيراتور هي الـ
الاوبيراتور تاع لابارتيان. قرينها تاع الماده لابارتيان. جي في الماده نقول لك هكا هل اني 10 لابارتيان مش موجود في الاسامبل نتاعها. راح نعمل تغليف هيك. هل اني 10 أبرت هنا لأن الضرب مثلاً خمسة وربيت ستة وربيت عشرة وربيت أحداش وربيت إثنان. لأن إيش معنى أبرت هنا؟ معناها أن العدد اللي حطولك وإلا الكاركتير اللي حطولك هنا موجود في الليستة هذه ولا موجود عليه شهر عشرة. دونك ما دام موجود غادي ترجع لك البريد. إذا مش موجود نختار مهمة مش موجود الثانية. يعني هذه مش موجودة شنو مش يعطيك لنا؟ مش يعطيك فولز. مش يعطيك فولز لنا علاج لأني العشرة مش موجود عندي خمسة وستة وحداش وتسعتاش. دونك شبيك يا عبد الله؟ دونك هنا إذا موجود الفالور أو كما عطيك في ليزون 10 لنا في البايثون ابارتيان الالجوريثم اي تكتب ابارتيان في الالجو في البايثون تقول لك ان اي ان يعني لهنا ما نجمش نرجع يا عبد الله 10 لهنا ان 5.7 يعني 5 ولا 7 ولا 10 هذه موجوده في الليست في الاكولات لهنا دونك شنو باش نعطي نعطي ترو يعني أبارتيا ولا في المات باختصار يعني أني موجودة في الليست هذيك وإلا مش موجود بين دونك تعطيني ترو وقت اللي هي موجود تعطيني فولز يعني فوق وقت اللي هي مش موجود بين مثلا هاي باش نختمو تو الاكزرسيس هذا مع بعض ميساج قدمنا أول حصة باش نختمو مع بعض أول حاجة دير الكالكيلي 5 على 2 لازمنا نرجع للجد سلاش هذي لازمنا نرجع للجد سلاش من موجود هاي اللي هي في الديفيزيون اللي قلنا ديفيزيون اللي هي اللي هي مش معناها قلنا كان مش تحسب الكالكيلاتريس 5 على 2 مش تعطيني سبب الكالكيلاتريس تعطيك 2.5 مش تعطينا 2.5 تعطينا لولا 2.5 لأني قلنا هذيك التيب نتاعها شنو اسمها القسمة ديفيزيون ريال القسمة تعطيك نتيجة بالفاصل ما تعطيكش الكيني مع ثبت الوعد اللي هي لولا سلاش ري ديفيزيون ريال ديفيزيون ريال ما تعطيكش نتيجة بالفاصل تعطيك بالفاصل 10 مع 4 واضحة هي الجمع اللولة ابتدائي الثانيين 14 13 في الخمسة يجينا 50 3 في الخمسة 15 65 عملية تعبر 10 إلا 12 تعطيني موند اللي هي كل سوستركسيون يعني طرف وجمع وطرف اللي كان شو كان ليه؟ لو جينا للبيت اللي حاجتنا بيه 5 ديف 2 هنا ديف عندنا ديفيزيون ريال ولا ديفيزيون انتي لا لهنا ديفيزيون انتي دونك لهنا ما دام موجوده ديف سي تان ديفيزيون انتي اش معنى ديفيزيون انتي دونك كي نقسمها 5 نعمل عمليه خليني نكتب هنا ان شاء الله على الكمبيوتر 5 على 2 كي نكتب 5 لهنا على 2 شنو مش يعني مش نعمل قسمة أقليدية 5 مش بعمل 2 2 في 2 مش تعطيني 4 كي نطلع 5 إلى 4 تعطيني ما مادام عندي ديف لهنا يا جماعة حاجتي بهيك وما دام عندي في الاكزامبل اللي تحته بالضبط هون حاجتي بالباقي
دونك لهنا الفوقانيه 5 ديال شنو باش تعطيني؟ باش تعطيني 2 نكتب لهنا 2 ما تعطينيش بالفاصل كيما السلاش ولا 100 بالكل مسجله مسجله والمود شنو باش تعطيني؟ باش تعطيني الباقي اللي حكينا فيه يعني تحكي على الريست باش تحط 1 واضح نفس الشيء لهنا نعاود نفس او عطيت اكزومبل اخر باش تسيب فهم 2 10 ديف 10 في نقسم 10 على 2 قسمة أقلية قديش فعل 10 من 2 5 5 في 2 مش تعطيني 10 في نطرة مش تعطيني 0 ب لهنا 10 إلى 10 تعطيني 0 ب اللي هو هذا المود وهذا الديف 10 ديف 2 هوني مش نكتب 5 والمود مش هي الباقي صفر واحد يبي نفس الشيء مش نعاود الخمسة ديب سيد خمسة على سبعة يا جماعة مرة غير خمسة قديش فيها من سبعة صفر والباقي قديش الباقي خمسة دونك الباقي لهنا هو خمسة والديب هو صفر هاي يا جماعة واضح إلى حد الآن ولا لا واضح يا جماعة قبل ان تعدى الاخرانية نزل واضح الديب والموت عشان نقرر البيئي ولا روتينا من الروتين معناها في الباب الساعة في أي زمان بحيث تلقون مع الحديد زين نواصلوا العملية هي اللي شغلنا نحن كذا عندنا عملية فيها بارونتيز شنو باش نعمل؟ شنو باش البارونتيز قبل حاجة؟ الستة على اثنين عندك سلاش هيدا دونك سيتان ديفيزيون ريال ستة على اثنين ستة خلينا نمشي هنا نفسخ هيدا ومش نبدو ستة على اثنين يا جماعة تابعوني بشوي تو نفهمها واحدة واحدة ستة على اثنين أول حاجة باش نخدمها هي علاش لأنها في بارونتيز معنا نقول الأولوية علاش عملنا الجدول هذا البريوريتي ها الواحد هذيك البريوريتي أقوى بريوريتي هي للبارونتيز دونك نمشي أول حاجة قابلني بارونتيز 6 على 2 نمشي نعمل نكتب 6 ونقسم على 2 مادام سلاش هذيك سيتان ديفيزيون ريال يعني تخمم اوتوماتيك في نقطة تحط في بالك أن النتيجة تكون بالفاصل 6 قديش فيها من 2 3 يعني هذيك باش تجيك 3.0 ما تحطش 3 دونك 6 على 2 عطتنا 3.0 كي نضربها في الأربعة يا جماعة قديش باش تعطيني؟ باش تجيني 12.0 باش تجيني 12.0 علاش لأن 3.0 يا جماعة؟ لأني قلنا سلاش حتى ما تعطيكش 3 ديما تعطيك بالفاصل كاين ما تعملش فاصل تزيد 0 12.0 ونزيدوها في الواحد الأولاني مع الواحد تجيني 13.0 شكون مش فاهمها هذه يا جماعة؟ 13.3.0 شكون مش فاهمها يا جماعة؟ نعاود شكون مش فاهمها؟ ليه؟ تاني زين شكون أنا؟ نعاود قلنا انه عندنا زوز ديفيزيون زوز ثم ديفيزيون اللي هي مكتوب عليها ديفيزيون ثم ديفيزيون انا مش عاودها لو تشوف 16 ولا وثم ديفيزيون مش تعطيك ديفيزيون اونتي حكينا فيها من الفرق حكينا الفرق ما بين هيك كي نكتب لك ديفيزيون ريال انا مش نكتبها بسلاش 5 على 2 مثلا وكي نكتب لك الديفيزيون اونتيير باش نكتب لك 5 ديف دو دي ال تو بعد ما بعد ما عندناش بارونتيز تو نقول لك بعد ان شاء الله دي ديف نحن تو لهنا سلاش عن الديفيزيون ريال الفرق ما بين هذه وهذه الخمسة على اثنين كأنك مش تحسبها بالكالكيلاتريس شو مش غادي 2.5 واضح ولا
يعني النتيجة كان هي مش تجيك بالفاصلة مش قطعت بالفاصلة. بس بالنسبة للسلاش اللي تسمى ديفيزيونية. بالنسبة للديف هاني جاي هاني قاعد نفسر يا جماعة. السانك ديف دو السانك ديف دو ما تعطينيش بالفاصلة، يعني أنت مش تعمل قسمة إقليدية اللي هي 5 على 100 مش تعطيني 2 والباقي 1 مش حاجة جديدة الآن. الديف شو قلنا؟ قلنا تعطيك هيك. دونك تعطيك 2 هذه هي كونتي، يعني ما تعطيكش بالفاصلة الديف. هو كتب لي ريال هاي كتب لي سلاش هاي ما دام سلاش مش تعطيني نتيجة مهورية يعني بالفاصلة. نفترض أعطيت الكيما عطانا هو تم 6 سلاش 2 يعني ديفيزيون ريال. نحن كي نقسمو 6 على 2 يا جماعة أنا باش نكتبها هنا 6 كي نقسمها على 2 قديش فيها 6 من 2 فيها الثروة والباقي 2 في الثالث تعطيني 6 نطرحهم مع بعض الباقي هو 0. هل أنا باش تتبع الثروة الأصل أنت تجي تشوف قدامك فيها الثروة هي السلاش هذي باش تعمل لك السلاش هذي. إذا النتيجة نتاعك بالفاصل أو أنا أمورك بيك مش بالفاصل تزيد في صفر. أنا فسرناه معلش صفر. يعني إذا تخدم على سلاش تخدم بالسانك هيك تخدم بهيك سانك سلاش ولا 6 سلاش معناها ديفيزيون ريال. أري النتيجة نتاعك إذا ما فيهاش فاصل تزيدها أنت صفر واحد. هذاك علاش نحن كي كتبنا 6 على 2 ما كتبتش 3 نتيجة كتبت 3 بيرمي 0. علاش السلاش اوتوماتيك تعطيني تراب من زيرو؟ هاني خلي اخدم هيكم على التوني مش تفهموني. نفترض كتبت هاي يا جماعة تبعوا لهنا اكتبت لهنا 6 سلاش 2 وعملت تونتري اش عطاك؟ ها وين؟ عطاك 3.0. إذا كتبت 10 سلاش 2 أعطاني 5.0 إيش معناها؟ عطيته مثلا 10 على 3 يعطيني بالفاصلة مباشرة فاصلين. وكي نعطيه مثلا نيس دوبل سلاش دوبل سلاش شو قلنا هي شنو؟ هي تبديل. هذاك علاش قلت لكم مع الدور شنو تعطيك؟ أعطاك 5 ما أعطاكش 5.0 كيما في السلاش. يعني سي بان ديفيزيون اونتي. واضح يا جماعة؟ يمكن يعني الصفر اللي كنت نحكي فيه توا ذاك شنو السبب نتاعو؟ يعني نستعمل في الديفيزيونية باختصار الديفيزيونية إذا أنت الديفيزيونية يعني أعطاك النتيجة بالفاصلة واحد أمورك مليحة ما ثم حتى إشكالية. إذا ما أعطتكش بالفاصلة أعطتك عدد كما نحن 6 على 2 أعطيك ذروة زيد أوتوماتيك زيد الصفر نتاعك ما تخليهش ثلاثة لازم تحط ثلاثة فاصل صفر كيما لهنا في الإكزامبل نرجع قيس على 2 هاي قيس هي 2 مش عارف ما عطاتكش 5 عطاتك 5.0 في فيديو واضح طبعا نرجع للجرافيك نتاعي فما شكون هنا إذا ما فماش بارونتيز هاي ملاحظة به اش معناها اذا ما فماش بارونتيز؟ يعني نفترض العمليه نتاعي واحد مع 6 على 2 في 4 وقتها لازمنا نعرف الاوبيراتور انا هو الاول شنو عندي؟ عندي الصوم عندي لاديسيون مع عندي الاوبيراتور سلاش وعندي نمشي نرجع لك الجدول اللي قاعد نشوفه في الناس اللي حاطينه الاتوال والسلاش عندهم نفس البريوريتي مرتبة اثنين يا جماعة والبليس لاديسيون مرتبة أخيرة ثالثة دونك ما يهمنيش فيها البليس شفتك البليس هذه نيجليجي دونك ناوي مش العملية مش تكون اللي لهنا عندي سلاش واتوال عندهم نفس المرتبة هذا مرتبة اثنين يعني بريوريتي 2 وهذا بريوريتي 2 يضلك عندي في عملية فيها دي زوبيراتور عندهم نفس البريوريتي شنو نبدا من اليسار لليمين قاعدة اللي حطها في بالي مش نكتبينها نحن في اللينونسي في بالي
ميه انا قلت لكم عليه. اذا عندك بريوريتي نفسه، بريوريتي تبدا من اليسار يعني من هنا، يعني تبدا تحسب 6 على 2 وبعد تضربها كلها. 6 على 2 قديش مش تعطيني 3.0، نضربها كلها 4 قديش مش تعطيني 12.0، ونزيدها كل واحد تعطيني 13.0. واضح العملية؟ مبدئيا بس اذا ما عنديش في الالجوريثم انا فقط بالضبط اليسار لليمين، اذا عملنا يعني نفس البريوريتي. شكون مش فاهم يا جماعه؟ هاي كي نحكي على كويس، شكون مش فاهم كيفاش خدمناها؟ هاي يا جماعه جاوبوني، مش متعدى حاجه الملاحظة هي هذا الكونيكسيون في الدنيا عندي ميتة. كونيكسيون ميتة يا جماعة ليه؟ أمريكا دونك نكمل معناها الكونيكسيون من عندك اللي قلت لي كونيكسيون أو الكونيكسيون مش كان ليه ما زلت لنا آخر انسكريبسيون لها اللي هي أوبيراسيون تاع كومباريزون هي اللي خدمنا لها هاي لا فريق ديفيرون اللي دار ليه لهنا 12 هل أني أكبر أو مساوي ل 10 دري دونك ترجع ترو واضح العملية دري وإلا ترو واضح يا جماعة دري واضح ليه تو تعرفوا ليكزارسيس اللي بعد هذا مش باش ناخذو باش نخليو لكم منكم انتم اول ما الكور اللي مش مهبط الكور يهبط الكور موجود في الجروب لان اش عطيت انا مش نقصر الاكزرسيس عطيت لو كيلا تر انا نقوليك بيس ما هادي قالك اظن الاوبيراتور هذا في البايت مش يواجه لازم تحفظهم تحفظهم من بعد تحفظهم الاكزرسيس الاكسبرسيون هذه نتيجه ريزلتا نتاعها شنو مش عارف خدمناهم خدمنا كيفهم بالضبط دونك لهنا باش تحط النتيجه نتاعك هاني عطيتكم في الجروب في الجروب قول هنا في اللي بعثتوا مارتين يا موجود هنا يا جماعة اهو انا بعثت اهو في الجروب اللي ما دخلش في الجروب يكلمني طبعا ما نحبش نذكر اسم الجروب واحد لانه نجم الواتساب يعمل لي مشكلة تنقول البرنامج الاخضر المهم ابعثوا لي على البرنامج الاخضر اللي ما عندوش يعني كلمني غادي تم داخله في الجروب ان شاء الله من بعد تم هو يهبط غادي تدير موجود تدير ما هيش ايجار على شكل حقنا ليه لا لا ريسيب بارير ايجار يا جماعة مش معناها دول سيبارير ايجار دول ايس خلنا كمان على فكرة كما شكون سألني سؤال منطق شو كتب لك هو كتب لك 12 اكبر او مساوي ل 10 شو معناها هذه كي نحلها هل اني ل 12 اكبر من 10 والا او 12 مساوي ل 10 هذه ايش معناها سيبريبيليا لولا 12 اكبر من 10 3 والثانية 12 مساوية ل 10 فوق الأو هذه في البنية مش نقرأها نزلنا ما قريناهاش الأو تعوض كأني بيس كأني جامع والبريك كان عرضها بالواحد هذه 0 الإف فوز 0 واحد مع صفر مش تعطينا واحد اللي هو ترو البريك هذه باش تفهموها أكثر في البنية نزلنا الكورة وكيناها شوي تتلموا البارتين تاع الاهو كيبوني تتلموا معاهم البريد والبو والحكايه هذه
لو عدوها عدوا هيك ان شاء الله فهم نفهموها مرة جاية. مبدئيا خلوا هذه هيك يعني ما نجمش نفسرها وانتم ما تطبقوش التيبول يعني هذاك علاش نفترض انكم ما تطبقوش التيبول يعني ليه؟ دونك خلوها كيف يعني النتيجة انك مش تعطيك تروى ليش؟ لاني واحدة منهم صحيح دوز لانها اكبر من 10 دونك مش يعطيك تروى هذيك علاش عطاك تروى ليه؟ لسكي شوية خدمة مش والله أسهل من البروغراماسيون لسكي أسهل من البروغراماسيون برشا دونك ينجم يلا تراب يروح وكل مرحلة يعني شوية براتيك خدمة في الدار يبقى يروح ويجي نوت بالبي تو نحاول يعني أنا تو مبدئيا مش نخدم ألغوريتميك مستقبلا كان في فوق تو نعملهم لسكي ما عنديش مشكلة أنا برشا راهم تما باك سيونس ومات تكنيك سيكسيون عقول سيكسيون ليك سبور ايكونومي برشا معناها مش نلقى وقت هذيك علاش بالنسبة للخدمة تبع كاليبريتي يا جماعة الخدمة تاع ليكزارسيس هذا وعندنا ليكزارسيس اللي بعده زاد هذا الثاني وعندنا ليكزارسيس الثاني هذا باش نفسر لكم شنو باش تعمل في كل بارتي ومن بعد تبعتوا لي يعني باش نقول لكم راه السيونسات الاولانية مش نطفي طول شوي انا نقول نحن دو سيونس دروا سيونس يعني هندي ودو سيونس اخرين حتى اللي ما يخدمش ولا حاجه باش يتلف الجهد مستقبلا بعد دروا سيونس ماكسيموم باش نولي اللي يبعثوا لي الخدمة والأوبسيون تاع لي سيري باش نحطهم في جروب وحدهم نكمل معاه كمل البقية ما عادش يعني ما عادش نجاوبهم أصلا باش نكونوا واضحين حاجتي في الجروب شفت أنت في الجروب اللي عندي تو واصلين فوق 600 شخص من بعد يجي يحضر لي في اللايف 170 ولا 100 دونك بصراحة ما باش تشوف معناها 600 يعني منهم 170 ما تفهمش تبقى خايفهم ومن الاول مسير ربي دخلني ربي دخلني ما عادش نشوف كان حبيبي ليه مش مشكل ناصر ما فهمش شكون مش باش يجي لصباح العشاء ليه نواصل يا جماعه هذيا ما تفهمين لهنا عندك الالغوريتميك لهنا لوبيراتور ان بيتون سامحوني لحظه تنجيكم بربي لحظات بعض الدقائق تو نرجع Thank you.
وين نجمع نظر؟ ليه نواصل؟ شو قلنا نحن؟ قلنا أنه الالجوريتم يعطيك الأوبيراتور في الالجوريتم مين بتبيع كم اعتباره بتاعه في البايثون خليه في الجدول الفوق ايش تحطه أنت لنا؟ والإكسبريسيون هذا ايش تمشي تعطي النتيجة بتاعهم لنا؟ من بعد في الإكزرسيس هذا compléter le tableau suivant par l'inscription algorithmique complétant la valeur de l'équipe de X. يعني شنو عملنا؟ باش يعطيك انسكريبسيون كي نعطيك في الالغوريتميك باش تحول له اون بايثون نفس الشيء معناها انت تشوف البليس والايتوال والبليس هذه شنو تولي؟ الفالور شنو هو الريزلتان نتاعك يعني النتيجه نتاع العمليه هذه قديش باش تعملها ليفاليسيون والتيب نتاعها شنو؟ حسب البلد اللي فيه وانت مش طلع فيه الانوان فيه والا ريل والا كاركتير والا شين والا كم هذا كل زاد خدمناه الابي اس هذه ما خدمناهاش ما زلنا دونك تعمل في البلد ابسوليت اللي ما يعرفش طيب الجدول هذا نجمو هذا يتسمى تورناج لا ما ولا مش معنى شو مش نعمل فيه بالضبط يعني لهنا شو ما عمل الX لهنا حطيت فيها 10 من بعد الY حطيت فيها 2 من بعد باش تشوف الX قديش باش تاخد باش تاخد الفالور بتاع الX القديمة اللي هنا موجودة قديش فيها 10 يعني 10 مع الفالور بتاع الY قديش فيها مع 2 ف 2 باش تحسبها وتحط النتيجة بتاع الX نفس الشيء يعني باش تعمل تورناج لما الريزلتات بتاعك بوحدة بوحدة وتعطيني النتيجة في كل مرة في كل ستار تعطيني النتيجة بتاع كل انسكريبسيون ليه؟ تو باش نتعدوا لي فونكسيون بريديفيني سي لو تيب نيميريك احنا شو عطينا؟ عطينا لي تيب نيميريك اللي هما لونتي وريال إلى حد الآن فقط دو تيب نيميريك عطينا لونتي وريال ليه؟ تو باش يبدا يحكي لك على لي فونكسيون بريديفيني اش معناها فونكسيون بريديفيني؟ معناها أنت في إكزامارك نجم تعيط لهم تستعملهم تعمل واضح بطبيعة باش نصرفوهم انا فقط تو باش نعطيكم انتوما باش تاخذوهم من بعد الحصص الجايين ان شاء الله تم صرفهم بين لي فونكسيون بريديفيني اش معناها تذكر لي فونكسيون بريديفيني يعني لي فونكسيون لازمك انت نجم تستعملهم في الاكزامان تاعك من غير لا تخدم يعني حاضري الحصه الجايه العشيه الساعه نفس الحصه يعني باش نعاودوها هذه العشيه من 5 ل 7 مسيو بالور ابسولي يعطيك الريزلتات لا يعطيك مانيش فيه الريزلتات هي ولا هون يعطيني البالور ابسولي يعني القيمه المطلوبه كان هو انتي باش يعطيك بونتي كان هو باش يعطيك ريال انا جاي به لهنا أول حاجة باش نعمرو الفراغات هذوما الريال إكس لهنا عنا إكس شنو عطيك؟ عنا 12.75 غدوة مبدئيا لا غدوة يمكنش بعد غدوة غدوة لا ليه؟ نكملو بالنسبة للريال إكس أنا باش نعمرو ليه؟ باش نكتب هذي شنو باش نكتبو فيها بابا؟ باهي لهنا هذه هذه البارتي الأولى تتسمى بارتي أونتيير بارتي أونتيير بارتي أونتيير أونتيير كتبت الآن أخضر أونتيير أونتيير وهذه البارتي فلوتون بارتي فلوتون اش معناها فلوتون معناها هذه اللي قاعدة الفاصل فوالا باهي ان شاء الله كلموني في البريفي تو ندخلكم في الجروب ان شاء الله تو تبلوكي الفانس على التيك توك من كثر بعض المساجات اللي كانت تسمع برشا بعثوني ما رجعتهمش باهي نتعرف تو لي فونكسيون بري ديفيني على نيميريك على لي تيب نيميريك اللي هما الريال والكاركتير الريال والانتي
فونكسيون هي الابيس. الابيس استعمل كونفيرمال. الابيس استعمل كالفالور ابسوليت. فالور ابسوليت نتاع عدد مثلا قيمة مطلقة يعني. طيب تجي تكتب ابيس نتاع ابيس نتاع موان 50 شنو باش ترجع؟ باش ترجع لي 50. هذه قرينة في الوقت في بيدي واقع يعني. يعني القيمة المطلقة نتاع عدد كانوا هو سالب باش ترد هو ليموج كانوا هو موج باش يبقى فيه يعني ابيس ابيس نتاع 50 باش تبقى لي 50. هذه هي القيمة المطلقة. ليه؟ تعرفوا اللي بعد الان تي دو اكس اللي هي الان دو اكس سيبريم لا بارتي دو سيمال. اش معناها؟ بطبيعة لازمكم تحكوا كما تحكوا الالغوريتميك ابيس راهو تم مقابلها في البايثون لانكم تستعملوها في البيتون. دونك هنا اش معناها سيبريم لا بارتي دو سيمال؟ يعني تحيك البارتي اللي بعد الفردي للكل. مثلا تكتب لها مثلا E and A 15.20 شنو مش تعطيك؟ مش تعطيك 15، تعطيك العدد اللي قبل الفاصل. ممكن التسجيل يعطيك غلبة مثلا E and A 15.20 تعطيك 15. مثلا E and A موان 5 جربية الدروار وإلا كل سنة جربية الدروار تعطيك موان 5 تعطيك موان 5. شوف ايش عملنا هنا الان تي يعني نحيلة البارتي سيمان البارتي اللي بعد البارتي نحي هيك ليه؟ اللي بعد هنا الاروندي الاروندي لهنا او معطيك ديزيزون مش نذكر لهنا دون لونتي لو بلي بروش سي لا بارتي دي سيمان ايجال 0.5 لا فونكسيون دو تور لونتي بي لو بلي بروش او اعطيك هو الطريقه اش معناها ار ان دي واش معناها ار. مثلا ار ان دي بتاع 12.9 شنو باش تعطيني؟ 13. الار ان دي بتاع موان 4.2 تعطيني موان 4. علاش؟ شوف الفاصل يا جماعه لهنا. انا نهز لي زيكزومبل لهنا باش نفسر لكم واحده واحده لان هي عندي فيها تفصيله صغيره. ليه يا جماعة؟ لهنا لولا بطبيعة الراوندين في الالغوريثمي هذه في الالغو الراوند في البايثون كي تخدم على طوني هنا جبالك هاي باش تعطيك لونتي لو بلي بروش العدد لونتي لو بلي بروش معناها مش باش تعطيك عدد من الفصل باش تعطيك عدد لونتي الانت يا جماعة سهلة عادي شنو هذا؟ الانت يا جماعة جيست تنحيلك جيست تنحيلك البارتي بعد الفصل. شفت لهنا شنو عندي لهنا؟ عندي 15.63 كي نحي الفصل اش تتبقى لي؟ 15 في الثانية عندي نقص 4.5 كي نحي الفصل اش تدي؟ نقص 4. هذه سهلة البارتي يعني تنحيلك البارتي تنحيك البارتي ديسيمال اللي هي الجزء اللي بعد الفاصل تنحيه هي دي هي ان اكس باش نكونوا واضحين. ب فسر هذا ما زلت ما وصلتلهاش للاستيميك كي نوصل لها الوقت تبقى تفسر ما تبقوش تصفوا في الاعداد يا جماعه. ب نرجع لحاجتنا بها الاولى لاروندي شنو ندير؟ قال لك لاروندي لهنا تعطيك العدد لبلي بروش وعطاك ملاحظه لهنا قال لك سي لا بارتي ديسيمال يعني اللي بعد الفاصل اللي تكون في 0.5 كيما شنو؟ هاو فضوما زوز في لاروندي الثانيه في لاروندي لاروندي الثالثه والرابعه خليني نحط اكزومبل فضوما لاروندي الثالثه والرابعه لاروندي 1.5 ولاروندي 2.5 باهي هذه خدات خاصة بالنوتيفيكاسيون نوتيفيا ملاحظة ليه الان ما نجموش نعملوها بالفصل لا لا انت بطبيعتها ترجع لك عدد كونتي ما ترجع لكش بالفصل
ليه؟ لولا الرندية بنص بسيط تسعة، كيفش مش نخدم هذا الرندية؟ ما تشوفش العدد هذا، شوف اللي بعد الفاصل. احنا عندي شنو عندي هذا الاكزامبل ديت 12.9، شنو باش نمشي؟ باش نمشي للفاصل نتاعي. كانوا اكبر من النص، اكبر من 5 الفاصل، باش نتعدى للعدد اللي بعد. التسعة اكبر من 5 ولا لا؟ 12 هذه باش نزيدها ب 9، باش تولي 13. دونك النتيجة نتاعي انا عطتني 13. الاكزامبل الثاني البارتي موان 4.2، نمشي للبارتي برميل اكبر من 5 ولا اصغر؟ اصغر من 5. دونك باش نعطي نفس العدد اللي هو هذا موان 4، يعني نفس العدد ما يتبدلش. كانوا اكبر، نعاود كانوا اكبر يعني بعد الفاصل كانوا اكبر، شنو باش نعمل؟ باش نزيد العدد المونتي 12 هذيك نزيدها ب 9. كان اصغر مش باش نزيد حتى شيء، باش نرجع العدد نفسه. كان ايجال 5 المونتي بيان اللي عطاها لنا، شنو باش تعطينا؟ باش تعطينا تريتورني مونتي كان بلي بروش مثلا 1.5، انا هو اقرب عدد زوجه 2.5، انا هو اقرب عدد زوجه 2 مش 3، لأن الكوبوني 3 ستة نمبر أبريل. دونك تعطيك 2 جماعة. طيب أكيد لما شكون برشا ما فهموش بيه البارتي هذي. لا رندية يا جماعة، شكون مش كاين؟ بالليل وقتاش ديما حل الدايرة يا جماعة، شكون مش فاهم يقول؟ بيك نعاود، نعاودو لا روندي من الأول، بيك، هادي هي لا روندي، بربي نصيحة يا جماعة، اللي ما يفهمش ما يمشيش طول يبطل ويخرج ويقول صايي ما عادش نفهم أنا، من الأول تكون صعيبة. بارتي تم بارتي تسعة من بعد تتحل المشكلة بشوية خدمة ما تولي منين، أنا ما تعقبوهاش من الأول، لا نقول شي صعيبة برا ما نقولش مش سهلة ياسر، لكن متوسطة تتفهم. دونك أنت كي تخدمها شوي تحاول لها مو كثير. باهي لا روني شو قلنا؟ لا روني أنا باش نعطيك مثلا باش نعطيك 5.2 تبعوني يكتب لك لاروندي تاع 5.2، شنو تعمل؟ تمشي للجزء اللي بعد الفاصل، الجزء اللي بعد الفاصل هذا 2، هل انه اكبر من 5 ولا اصغر من 5 والا مساوي ل 5؟ عندك ثلاثة حالات، يعني لاروندي راك باش تخدم لك على البارتي ديسيمال اللي بعد الفاصل، 2 نتاعي ثاني حالة اصغر من 5، دونك العدد هذا باش يبقى نفسه. دونك الريزلتا نتاعي شنو باش تعطيني؟ باش تعطيني سان يبقى نفسه، باش تهز الفالور لونتي بارتي اللي تتسمى بارتي اونتيير. انا عملناها في الهدية، كتبنا بارتي اونتيير وبارتي فلوتون. البارتي اونتيير هي 12، بارتي كي نحكي نقول بارتي اونتيير يعني الجزء اللي اشتركوا اللي قبل البرمي، فلوتون هو البارتي اللي بعد البرمي ولا بارتي ديسيمال تتسمى زوز حرف. باهي في حالة أول حالة أصغر من 5 تبقى تعطيك النتيجة البارتي أونتيير، واضحة في بالي هي. توا نعطيك 5 حالة ثانية 5.6 إس 5.6 أنا عاود نعمل 5 هنا تحت 5.2 نعمل 5.6. أول حاجة شو قلت لكم وين نمشي نشوف؟ شوفوا العدد البارتي بالفاصل 6 لهنا، 6 هل أني أصغر من 5 ولا أكبر من 5؟ أكبر من 5، دونك شنو باش نعمل؟ باش نمشي نشد لك ال 5 هذيك نزيدها بلوس 1، البارتي أونتيير نزيدها بلوس 1، شنو تعطيني؟ 6 النتيجة، دونك النتيجة نتاعي 6. الحالة الأخيرة اللي هي كيما عطاك لهنا أنظر إنسان، أن خلينا نكتبها لهنا، لا روندي تاع أنظر إنسان، عطاك ملاحظة هو لهنا في الكور.
سي لا بارتي دي سيمال 0.5 يعني العدد اللي بعد الفاصل بارتي دي سيمال هيك يكال 5 0.5 شنو الفونكسيون ترتورني اللي تحكي على فونكسيون عربي ترتورني لونتي الزوجي الاقرب للعدد هذاك نحن العدد نتاعنا شنو 1.5 ولا اقرب عدد زوجي لل 1.5 الان 2 ولا 0 2 بالطبيعه دونك تعطيك 2 واضح في الثالثة الدفر إنسان العدد في الفاصل هو إيكال سان دونك باش نمشو بالملاحظة دي نوتي بيان دفر إنسان هو إيكال سان نص يعني وين عندي نص باش نطبق القاعدة أقرب عدد تزوج الدفر إنسان لي نمبر بير اللي يحصروها شنو عندي التروار وشنو وعندي اللي نمبر بير سامحوني 2 ولا 4 مش 3 2 ولا 4 ما اقرب لل 2 بير انسان 4 ولا 2 2 دونك هنا 2 هي نتيجه بير علاش الزوز هذو معطوني 2 باهي يا جماعه هاي فهمتوها ولا مازلت مطبق انا اعطيكم اكبر من 5 5.6 ولا 12.9 نعاود يا جماعه برد اخر مره اول حاجه في الاراضي نمشي نشوف الفصل نتاعي عوامل 9 كان الفصل نتاعي اكبر من 9 راني باش نرجع لك البارتي اونتيير بلس 1 بارتي اونتيير لهنا شنو عوامل اكبر من 5 9 بارتي اونتيير 12 زيدها واحد اش تعطي 13 عوامل 2 13 هيك وقت اللي بارتي ديسيمال فاصل اكبر من 5 في الحالة الثانية أصغر من 5 الفاصل شنو مش تعمل؟ مش ترجع لك فرق الأمتيال هي نفسها موانتا أواني موانتا في الحالتين الأخيرين وقت اللي البارتي ديسيمال يعني البارتي بروتون هذيك في النص يعني في الخمسة شنو مش تعمل؟ الواحد ونص العدد الزوجية اللي تحصل الواحد ونص شنو؟ عندي الزيرو وعندي الواحد ونص ما اقرب للصفر ولا اثنين يا جماعه اقرب للدو دونك تعطيني دو اثنين ونص محصوره ما بين شنو هو العدد الزوجي انا ما بين الدو والكاد انا هو الاقرب هل انه دو اثنين ونص ولا هذا الكاد دو دونك تعطيني دو واضح العملية صحيح لا رمي فصل منه في بيبي واضح يا ودي انا ما زلت نحكي على شيء واحد ما مش نحكي على شيء شيء ليه نواصل هذه انا رمي بالنسبه للراسين كاري الراسين كاري سهل على فكره الجذر التربيعي شنو توني كي هبطتو أي حاجة ندخلها في تعطيني رد لا لا الفصل الفصل ما هبطتو ولا هنيك ما ثم حتى مشكلة معناها عاود سبريمي وعاود نستدي والا ندوج على فيرسيون اخرى مسجلة مسجلة ليه لهنا الراسين كاري يا جماعة راسي كاري الجذر التربيعي في الماضي ينجم يكون فيرسيون كيما قال لك ديما دونك وتنجم ربي بي سي معناها من السيستيم ديكسبلوتاسيون تاعك تقطع مش يدخلها بعض باهي هذا جماعة باكسيون سمارت تكنيك قلنا راسين كاري راسين كاري مثلا نتاع سيز هي قرينة في التاسع هي كأبيليا اللي نحن نحكي عليها هذه ما فيها هذا الشيء وقت تلقى راسين كاري يخدم هنا
algorithm ولا حاجة تبدلها برسيم كاري في البايثون تريد STLT. رسيم كاري دو سيلز إيجال كاري. ده الآليات الآليات هي حاجة هي تحتاجها في إيمان لهنا الآلية شنو تعمل؟ أول حاجة تقول أنا في أليتوار، شو معنى أليتوار يا جماعة؟ أليتوار معناها تعطيك عدد عشوائي، وما العدد هذا ما يكونش ريال، يكون أونتي، يكون كيف أونتي؟ يكون كين هون انتي يعني كوزار وإلى أليتوار يعني طريقة عشوائية. ده نفترض اكتب أليات أليات تاع 5.20 شنو باش يعطيني؟ باش يعطيني عدد في الانترفال ما بين 25 20 داخلة انتي دونك في الانترفال هذا مش باش نحيك حتى بورد يعني من 5 ل 20 واقع على كيف يعني باش تكتب له انت أليات 202 عطاك لهنا 15 أليا دي زيرو أن عطاك أن لأنه لي بور لي كلها داخلين باهيين باش نجرب هيكم على بيتون مع أنطوني باش نزيدو تفهموها بالطبيعة لهنا راي في البايثون ما تبقاش أليا شتولي بكرام إن وأعطيك رمارك لهنا أون بيتون pour utiliser la fonction SQLT ou LRM, عندك بيبليوتيك يسموها لما لازم تستعمل مش يعرف لك هو الفونكسيون راسين كافي ولا لا ديال مش يعرفها لازم تامبورتي تعرف البيبليوتيك فروم راندوم امبورت راكين ليه دونك اول انسكريبسيون هنا تكتب فروم عاود لنا راسين راسين كاري هي الكلمات راسين كاري اللي ما تعرفوهاش راسين كاري هي راسين فلان تاع 16 شنو كيف بالكالكيلاتريس تحسبوها كما سيونتي في الكواليسيون سوما تكنيك يا جماعة مثلا راسين كاري صون كديش باش تعطي باش تعطيك 10 تحسبوها بالكالكيلاتريس هذه ما فيهاش هذه لازم تحفظها يعني ما فيها ما يتفهم واضح باهي فروم هذه باش نعملها في البايب فروم راندوم امبورت ايتوال هذه هي وقت اللي انت وقتاش تتعامل مع الكونتاسيون هيك وقت اللي انت باش تستعمل هذه الكونتاسيون راندوم واضح كيما تنجم تعمل امبورت ايتوال ولا امبورت راندوم زوز حار زوز حار انا بالنسبة لي نحب الايتوال لاني نعرف كل شيء اي مسجل مسجل ان شاء الله باش نعرفوا على اليوتيوب يمكن يمكن الليلة ولا بكرة الصباح يعني بعد نواصلوا البروجرام كما قلت لك شنو باش نعمل؟ باش نعمل ان ايجال ارانتل ان ما بين شنو وشنو؟ ما بين مثلا باش نعمل عدد من 1.50 من 51 من بعد باش نعملها في الشاشة نتاع الان نحب نشوف شنو الوصف هذا البروجرام نتاعي الصغير باش نعمل له انكريبسيون شنو عطاك لهنا 28 28 موجودة الوصف لا ينجموا ما ينجموا ينجموا نتابعوا جماعة يعملوا كل هذا هما بديل ليه في الجزئين دونك يعاونوا نزيد نعاود الديكسيون يعطيني 49 49 موجودة في 51 نعاود الديكسيون 18 32 23 48 شوف العدد العدد كلها مع الصورة مبين الآن وال 50 الكوب قبل ما تعاود الديكسيون ديما يقال العدد قد يكبر اللي ما نعرفوش تيزي انت وحدك رصيد كامل أول ما كتب لك هو في التابلو راسين كاري ريتوان لراسين كاري ده نمبر بوزيتيف
هون فاتح مطلع الدوبيات كاتب البين زيرو ما تعطيش باللونتين نجلس ننتصر فيها أنا في الريزلتات في الفايل مش يعطيك الريزلتات بتاعي 3 ده هذه الرقم شو تعمل الرقم يعني تعطيك عدد هذه الكورة ما بين البي انسيال وبي كوادرات انسيال وكوادرات يعني بطلع انت هذه من 10 ل 22 مش تعطيك عدد في اللاندر ولا 10 في الصندر في الصندر السلام عليكم اهلا بكم والله يبارك فيك انت وين انت والله طلبت جميعا قبل في لا 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 يعني حتى حد ما هي بينا لكي أنا ما أتكلمهمش أقول لهم لا أحكي لهم كلمة لا بالحق ما نجيش إنسان ما أعطاكش قيمة ما قدرش ما نقول له نحكي معي ما تعبش راح ما تعبش لا 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 ما تحكيش معي أصلا ما تقول لنا إحنا تنزل نحن تنزل نحن الله يرحم والديك إن شاء الله ربي يبارك هذه لحظة راني سرحان يعني كان مش مطلب ليه كي يطلبني واحد لا يقص أنا كي يقص ما تخرجوش ليه قلنا الياش ما تعملك تعطيك فالور أونتر فالور إنسيان فالور فينال والفالور فينال رولير يعني تقول وانت تكتب أليا 10 200 يعطيك عدد من 10 ل 200 كان من أليا 0 ها يعطيك من 0 لل ها ووين انت مش تخدم في البايثون في البايثون في التوني شنو تعمل؟ تعمل فروم راندوم انكورد راندين هذيك لازمة لازمة تستعمل راندين الا الاليا في البايثون نحكي انا احكيش في الالجوريثم الالجوريثم ما تعرفش حتى في البيوتيك تعمل في البايثون برون ما لا لا ديك غلطه لان في يا جماعه ذكرتني انا مكتوبه بالغلط في الكور كان تمام نصلح لكم هنا دوله باش تستعمل اس كي ار تي يا جماعه بدلوها يعني بعد في الكور مش راندوم مش نفس الوقت لأنها بتعمل أكرومان أنفورت كما تحب أنفورت إتوار ولا أنفورت إسكيال دي زنصحة أولا أنا صلحنا أكرومان أنفورت إتوار ولا أنفورت إسكيال دي زنصحة ما تمش حتى إشكال دي إسكيال دي بعطي ريزلتاري يدي بعطي ريزلتاري يدي بعد صلحها في الكور يا جماعة بعد هنا بعد كملنا لديا وكملنا دي فونكسيون دونك تسمى دي فونكسيون بريديفيني خاصين باللي تيب نيميريك شنو هما لي تيب نيميريك اللي حكينا فيهم دونك هي ولي هذوما دو تيب نيميريك لان اش عطاك عطاك اكزارسيس هذا باش نخدموه للحصة الجاية هو مخدوم على لديا باش تحولها تكتب انستركسيون بايثون تعطي فالور وعندنا اكزارسيس ديس كيف باش تخدموه على لي فونكسيون بري ديفيني لا ليا ولا روندي ولا انتي ولا ابيس ولا سكادي باش تخدمو الكور على الجروب موجود في الجروب الكور موجود في الجروب هذا يا جماعة في الجروب هذا يا جماعة اللي مش قاعد نجاوب فيهم ولا تما مش واحد كلمني ما جاوبتوش راه شو الميساجات راه مش شوي راه برشا راني بالمئات نجاوب أنا كان ما جاوبتش واحد ما يقولش علاش ما جاوبنيش غير برشا يسألوا فيا ويكلموا فيا التيب بوليان توا كملنا التيب نيميريك يا جماعة كملنا التيب نيميريك نزيد عاود التيب نيميريك ومشهومة أبعتنا ميساج على طول توا إن شاء الله اللي يحرجكم في الكون يبعتلي ميساج لما تدخل في الجروب إن شاء الله
ب. بعد بقينا للتيب نيميريك نعاودهم. تيب نيميريك هما لونتي وري عندنا دو تيب نيميريك. توا باش نتعدوا نحكوا على التيب بوليان. كي نقولوا التيب بوليان يا جماعه راني نحكي على البري والفو فقط. حاجه باش تتحط فيها البري والفو شنو باش نقولوا عليها؟ التيب نتاعها اسمك على التيب نتاعها تقول لي راهي تيب تاعها سيتان تيب بوليان. واضح؟ اي يا بعدي مساج بالتيك توك معناها مساج بريفي ان شاء الله كي نفضل نجاوبكم ان شاء الله معناها كي ما جاوبش واحد في وقتها ما يقوليش بيك ما جاوبنيش راهي تم خليت امس يجي 100 مساج في البريفي معناها كي نبدا نجاوب راني نجاوب 30 40 مساج باش ما يزيدش يبلوكيني على التيك توك الفالور فينال ما تدخلش لا هذيك مازال ما وصلناهاش ربي ما تسقوش لحدك كي وصلوا لها هما احنا حاليا الفالور فينال تدخل بالنسبه للاليا اليا امور كبري مازلنا ما وصلناش الفالور فينال ما توصلش يعني تو يا جماعه اللي زيد درس باش تاخذ معه ما يجيش واحد يقول لي المره الجايه راني مش ندير انا هو درس درس صعيبه 8 او نو في 3 بارتيير اكزرسيس 9 اكزرسيس 10 اللهم الى حتى الان باش تخدموها تبعتوها للمره الجايه ليه لان ارجع ديما ارجع للكور بتاعك لو تعرف باش تاخذوا بالبي ولا هنا لا تربال نتاعك هنا دون ان اونتي مادام هي تعطي اونتي يا جماعه كيفاش باش تبطلها الفالور في البرجي دونك مادام هي تعطي اونتي لازم تعطي اونتي في الاليا ما تعطيهاش لازم تعطيها من اونتي في الاليا باهي واصل التيب بوليان شنو التيب بوليان هو اول حاجه باش نحكي ان فاريابل لوجيك ستين فاريابل لوجيك او بوليان بول ne peut contenir que la valeur vraie true ولا false هاني قلت لكم على الملاحظه هذه التيب بوليان هو اي فاريابل يحتوي على حاجه فري ولا فو النتيجه نتاعها فري ولا فو اذا لقيت حاجه النتيجه نتاعها فري ولا فو راهو التيب نتاع الانسكريبسيون هذيك والا الفاريابل هذاك التيب نتاعو بوليان باهي الطاب دو فيريتي دو تيب بوليان اي لا سويفون هذا جماعه الباك تكنيك اكثر حاجه يعرفوا الباك تكنيك يعرفوا الطاب دو فيريتي هذا شنو نعمل فيه les fonctions logiques également ou le a ou le o ou le a exclusif ou la o exclusif ou chez avec je me rappelle le bail de plus ou le là je me rappelle il y a des sources mais si vous m'avez pas su la voir non le bail de plus مريض معناها اللي عنده قصامة ومش بيعرفوا باهي باش نفسر لكم توا الطب دو فيريتي اللي فوتو اللي فوتو بارتي يا جماعة مش باش نعرف اللي فوتو بارتي ان شاء الله باش نعرفوا في اللايف على اليوتيوب هو مزيد يعاون اللايف ديالو اللي هو اللي يمشي من بارتي اللي حاجته باهي باش نكونوا إلهي إلهي والله يستعين بك مرة نحاول نحاول ممكن نهزم الكونيكسيون ما حبش يبعث مساج أكيد أنت قاعد تبعث مساجات برشا يعني التيك توك بلوكي كيف ما بلوكي لينا أمس أكيد رجع تبع في برشا مساجات ما تفعلش بلوكيت أو التيك توك تكثر من مساجات ما عادش نجم تبع مساجات ليه نكملوا يا جماعة البريو فو شنو الفايدة نتاعها معنا دي فونكسيون نحن نمشي فونكسيون اللي هي مثلا نو عنا الفونكسيون اي هذو ما أكثر دي فونكسيون نستعملوهم والبو كي نجي نكتب لك مثلا كي نجي نكتب لك النوم تاع حاجة اش معناها نوم يا جماعة النوم معناها العكس
نوع إكس لهنا. نوع إكس شو معنى نوع إكس؟ معناها العكس بتاع اللي موجود في الإكس. الإكس شنو فيه؟ المرة الأولى في العكس بتاع الوري شنو؟ فوق. العكس بتاع الوري في الثانية فوق. العكس بتاع الفوق يعطيك الوري. دونك النوع واضح على حكاية. النوع هي شنو؟ أعكس اللي موجود في المريض. نفترض باش نخدم لك النوع على الإجري لهنا. النوع تاع الأولى الفري تعطيني فوق، الفوق تعطيني فري، الفري تعطيني فوق، والفوق تعطيني فري. هذه النوع. النوع تتسمى شنو؟ تتسمى نيجاسيون. نيجاسيون شو معناها نيجاسيون؟ معناها العكس، الانفيرس. واضح؟ يعني كي بالك هي فري باش تعطيك فوق، كي بالك هي فوق باش تعطيك فري. هذه شو معناها النوع؟ ب بالنسبة للاي هذه في الكولون هنا اكس اي اي. خلينا نفسروا هنا ب يا جماعة. أول حاجة كي تجي تحكم على البوليان افترض أنه الفري مساوي واحد عدد باش نسهلوا، والفوق يساوي صفر. واضح العملية ولا؟ خلينا نعرف بين هيك ومع هيك. الفري نعوضها بواحد والفوق نعوضها بصفر. بصفر ب. والاي الاي يا جماعة الاي نعوضها بالبروتين ديكاسيون. والفوق باش نعوضها بالجمع. باش نسهلوها على فايدي. كي تجي انت شقولنا نحن البري واحد والفوسفر هاي خلينا نكتبهم الكل هنا. البري لولا واحد، واحد صفر صفر، واحد صفر، واحد صفر. شقولنا الاكس اي اي شقولنا الاي قلنا ضرب ولا ملتيبليكاسيون. يعني كي نضرب واحد في الواحد شنو تعطيني؟ واحد اللي هي بري. هاي بري. كي نضرب واحد في صفر تعطيني صفر هوني فوق. كي نضرب صفر في الواحد تعطيني صفر هوني فوق. كي نضرب صفر في صفر تعطيني صفر هوني فوق. في الاو عملية جمع، يعني باش تجمع الفري. نحنا بالطبيعة في البينار ما عندناش اثنين. كي نكتب لك واحد مع واحد في البينار باش تجي تقول لي اثنين ما تمش. معناها صفر هي واحد، واحد مع واحد تعطيني واحد، هذيك علاش عطيتني فري. واحد مع صفر تعطيني واحد فري. صفر مع واحد تعطيني واحد فري. صفر مع صفر تعطيني صفر اللي هي فوق. باهي يا جماعة فهمتوه النوم والإي والبو كيفاش الخدم؟ شكون ما فهمش النوم والإي والبو؟ المش فاهم عادي يتكلم علاش ما نجيبش الإي؟ هذيك في التكنيك. في التكنيك النمبر بينير ما عندناش الحق المبدل. عندنا واحد مع واحد تعطينا 10 تعطينيش صفر. هذه في البينير يا جماعة. ده طب شكون جاب على نعم ده بالنسبة تنعوضهم الثلاثة هاي. شو قلنا نحن؟ النوم سهل على الآخر. النوم عكس الموجود في الإكس. نعم نكتب لك نوم أونتر بارونتيز إكس. الإكس إيش فيها؟ المرة الأولى بري العكس متاع البري شنو؟ فوق. نحاول نحطينها فوق سهل. العكس متاع البري فوق حطينها فوق. العكس متاع الفوق هو بري. يعني كان فيها بري النوم تعطيك فوق، كان فيها فوق النوم تعطيك بري. هذه أوضح من هيك ما فهمش. كان فري اكس تعطيك هون يعطيك فوق العكس. فري يعطيك فوق، كان هي فوق تعكسها تولي الكبري. هذيك هي النوم. واضح على الاخر. لا عادي راه غير كيف نوع اكزومبل باش نفسر لك فيه. نوع اي نخدمو نوع اي جريد. نوع اي جريد شنو تعطينا؟ لولا فري تعطيني نوع اي جريد نتاعها فوق، الثانية فوق تعطيني بري، والثالثة بري تعطيني فوق، والرابعة فوق تعطيني بري. يعني العكس سهل على الأقل. العكس طول
يعني ما فيش إشكالية في الدليل هنا، واضحة هذا ليه؟ توال A إنجري X A إنجري وال X O مش قلنا نعم؟ أول حاجة الـ A الـ A مش نعوضوها في الميتيفيكاسيون عملية الضرب. كذلك عندي O مش نبدلها بعملية الجمع. كذلك عندي فري مش نبدلها بواحد فالور 1 والفو مش نبدلها بفالور 0. هذه أول حاجة مش نعمل. دونك لهنا الـ X هنا لولا فري شو معناه؟ معناه واحد. الثانية فري واحد، الثالثة فو صفر، والرابعة فو صفر. الإجري فري واحد صفر واحد صفر. باهي توا كي نطبقوا العملية ايش قلنا نحن؟ إكس إي إجري، احنا مش نخدموا هيك، مش نخدموا هيك توا يا جماعة. طب إكس إي إجري مش نخدموا إكس إي إجري باش نطبق على العملية الميتيفيكاسيون ولا؟ يعني بدلت A بدلتها ميتيفيكاسيون. كي نضرب البري في البري، واحد في الواحد اش تجيني؟ واحد اللي هي بري، ها هو بري. كي نضرب واحد في الصفر، عملية ضرب واحد في الصفر، أي عدد في الصفر تعطيني صفر، دونك الصفر هو فوق، أها فوق. صفر في الواحد صفر، دونك فوق. صفر في الصفر تعطيني صفر، هاي بري. الأخيرة إكس و إيكغري. شنو باش نعمل؟ واش قلنا باش نعوضها؟ نعوضها في الكويس ولا إكس كويس إيكغري، يعني كأني باش نعمل عملية جمع إكس مع إيكغري. الإكس شنو فيها؟ لولا واحد والثانية واحد، قلنا في البناء واحد مع واحد شنو باش تجي؟ واحد أو إيكغري. واحد مع صفر تعطيني إيكغري. واحد مع صفر تعطيني واحد، صفر مع واحد تعطيني واحد اللي هي ثري، صفر مع صفر تعطيني فوق اللي هي صفر. يا جماعة شنو فيه برغم هذا صغير ما فهمتش، شنو ما فهمتش في الأرمية في البارتي هذي؟ أي باك مارك تكنيك وسيونس شنو مش مفهوم بالنسبة لهذا هذا بسيط جدا لما يعاودوا مرتين. بين واسطة استغفر الله باهي البريوريتي نتاع لي زوبيراتور لوجيك كي معنا بريوريتي في التيب نيميريك اللي عملناها قبيلة في التابلو عندنا توا بريوريتي أقوى وحدة هي النو نيجاسيون من بعد الآن ومن بعد الأو هذوما لازم تشبههم يعني كيفاش عندك عملية إكسبريسيون فيها النو من أي والأو أبدأ بالنو من بعد تعدى تعمل إيفاليسيون تاع الأي ومن بعد الأو وهذا هنا إكزرسيس باش تخدمو خلينا نخدمو مع بعضنا باش نفهمو كيفاش نخدمو لحظة نجيكم جماعة لحظة نجيكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو قلنا مش نحن مريض الأجهزة ليه؟ أول حاجة لهنا النوم بتاع 15 مع 2 يساوي N O N T حط البارانتيز. علاش تعبت وما تصبرش عشان كان مريض الأجهزة ده وإن شاء الله نكمل المرة الجاية. خلينا نكمل الأجهزة ده ونسي اليوم. واللي عنده كيستيون يسألنا إن شاء الله. خلينا نكمل الإجزاء فقط. اللي عنده كيستيون يحب يدخل يحب يدخل ليست يسأل ولا يبعث كومنتات لحظات شو قلنا نحن 15 مع 2 ليش مش تعطينا يا جماعة؟ لأن 15 مع 2 ليش مش تعطينا؟ أول حاجة باش نمشوا للبارونتيز مش تعطينا 17 ولا والان دي الان دي لازم تقطع فاش قلنا تستعطي بارتي اونتير يعني 15 نرجع للتابلو تابلو اجمع هي الان دي تعطيك البارتي اونتير يعني الاولانية اللي قبل الفاصل يعني تنحي لك الفاصل كي نحي الفاصل يعني انا شو تعطيني هذي تعطيني 15 هذي كلها مش تعطيني 15 وهذه مش تعطيني 17 هل أني 17 يعني العملية شنو كيفاش ولا نو نتاع 17 يقال 15 17 هل أني مساوي إلى 15 دونك هذه مش تعطيني 4 والنو نتاع 4 يا جماعة العكس نو نيجاسيون اللي كنا نخدمو فيه العكس نتاع 4 شنو 3 دونك مش تعطيني 3 يعني 3 واضح ولا لو مش تعطينا تريد لو مش تعطينا يجب ان تبري يعني تبري واحدة تروح ب الثاني عندي بارنتيز لهنا وعندي بارنتيز لهنا ب مش نفع البارنتيز مريني 10 اكبر من 12 ولا فهذا واحدة وكان اقول لكم مش نفع عشرة أكبر من 12 فوق دونك باش تعطيني فوق لهنا لأني عشرة أصغر من 12 باهي ولهنا الأبيس نتاع العشرة شو قلنا تعمل أبيس تعمل طلب أبسولي كيف باش تعطيني عشرة هل أني عشرة مساوية العشرة لهنا فري ولا فوق فري دونك فري ودي نعبطها لهنا وعندنا الاي باش نعبط الفوق اي فري ايش قلنا الاي نعملها ميديتيكاسيون عملية ضرب الفوق نعملها صفر والفري نعملها واحد صفر في الواحد قديش باش تعطيني صفر اللي هي فوق واضح دونك الثانية باش تعطيني فوق نتعدوا للخيط تو واحد في اثنين في ثلاثة في صفر تعطيني صفر لهنا هذه ب الأولوية لشنو؟ نرجع للجدول نتاعنا فوق الأولوية للمالتيبليكاسيون ضرب دونك لهنا باش نحسب واحد في اثنين في ثلاثة في صفر قداش باش تعطيني؟ باش
مش تعطيني صفر. هل أني صفر مساوي لصفر يا جماعة؟ صفر مساوي لصفر بري، دونك مش تعطيني بري. هذه هي مش تعطيني بري. الأخرانية لا روندي بتاع حتىش 58 بي، لهنا ما خديناش مثال كما هكا البارح، خدمنا أمثلة بطريقة أخرى. لهنا 58 هذيك، احنا في المارك كي تجي تشوف الثمانية هذيا بعد الخمسة شنو باش تعمل؟ هذيا باش تولي ست، واضح ولا؟ 11.6 11.6 اش قلنا احنا نشوفوا الفاصل كانوا اكبر من خمسة شنو باش نعمل؟ البارتي اونتيير باش نزيدها في 12 كتولي 12. دونك هل اني 12 مساوية ل 10؟ لا، دونك تعطيك فوق. باهي توا اللي يحب يسأل أنا باش اللي يحب يسأل لا يدخل الجيست كان يحب، شكون يحب يدخل الجيست؟ يدخل الجيست أول ما يعمل ريكويست إذا يعمل دعوة. تو نعاود نفسر لكم شكون عنده كيستيون يحب يسأل تو الكور موجود في الجروب اللي يحب يسألني يحكي معايا به أو فهمت شكون باهي باش نقبل باش نقبل بالواحد باش ما نقبلش بعض باهي تفضل شنو هو الكيستيون تاعك هاي حل المايك وجاوبني شنو الكيستيون تاعك باهي نرمية تفضل تحت الصوت بتاعك بايك يا نرمية تسمع فيا يا كل اي واضح شوف بداية ممكن يقصوا عليك كونيكسيون على الأخرى كده بتاع عديالك عديالك أرجع لللايف طبعا حتى تشوف تلك الاكسبيكاسيون كل موجود طبعا حتى على اليوم والله نحاول 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 إن شاء الله باهي يا جماعة عايش كون خطيب شكون يحب باهي بالواحد بالواحد انا مش نقبل مش نقبل لبعضنا اما شكون كونيكسيون سلام يا شهد مرحبا باهي نو روحك كمل انا قص عليكم لكن ارجع بعد اليوتيوب تبعكم بارتاج يعني اللي نحطوكم على اليوتيوب يعني تعاودوها كل اذا تحب باهي فسر لك مش مشكل قلنا نحن الاولويه للاقويس يعني عندنا قوس لهنا وعندنا هيك 15 مع 2 تعطينا 17 ولا وعندنا الانتي نتاع 15 بالبيكول الانتي تعطيك البارتي البارتي اونتيير بارك يعني تنحي لك من الانتي تنحي لك اللي بعد الفاصل دونك 15.2 كي نحو البارتي اللي بعد الفاصل شنو تعطيك 15 هل اني 17 مساوي ولا 15 دونك تعطيني فوق الفوق عندي نوع البرانيه هذه النوع تاع الفوق
دور دوري تمام دوري ليه السلام عليكم واحد بركة يمكن أن يكون باقي يصف ولا ما كيف قلت لك بالله مش شيء هيك الجملة لكن أنت أخرام رد الكورد جانتين كنت بقى قبل الدبي ولا بعد الدبي في بيطان لا ما خليش رأي الدبي هي في الفايتر أول انسبكسيون تكتبها في الفايتر أول انسبكسيون تكتب بالدبي وتكتب بها بيه هاي هاي يومنا سير نعم خريج سلام يومنا شفت انت سيديك عالكير مش يكون حرف بيكا ولا كان معادي لا لا الكاركتير الكاركتير كان حرف نسينا ما وصلناش قرنا لدي الكاركتير انا الكاركتير يكون كان حرف مش حرف معناها مش الطبيتي فقط اي حاجة موجودة في الكلام دي الطول بتاعها واحد أنا كاركتر أخر اللي صنبول اللي عبيه كل هذه كاركتر إذا زدت فوق الكاركتر ولا مشى شكرا عايش لا عايش شكرا هاي باي أهلا ف جهد هاي شين فيها مثلا 7.9 نحب الرد اونتين يعني نحب الرد يعني لحظة سامحني سامحني شين شو مدخل الشين في ان احنا لو هنا عدد يعني هذي مش نعمل بطيئة في رمضان شو مدخل الشين في الفونكسيون ايه سؤال ليه شنو انا شحشنا ليه لا مثلا سيهاش فيها 7.9 شنو فانت الباقي كي انا طبعا حب الرد ما يشي حب الرد عندي استعمل الفونكسيون استعمل فونكسيون ان اي ان تي والاخرى ان تي ان تي هذه ناحيه الباس هذه في الالجوريثمين ان تي الان تبي باش تحاول تسكر عندهم تي والا ثم دي فونكسيون باش تحولها هي في البايثون بالطبيعه راني نحكي في الالجوريثميك عندي فونكسيون مازال ما قريناها ايش هي الفالور فونكسيون فالور مازال ما قريناها ايش باهي على قريب غادة غادة مرحبا نور تفضل وي سلام ليه؟ ليش 52؟ بطبيعتها من أقل أقل شو أقل من نص ما عندها حتى دخل اللي بيها ما يأثرش إيش تتولي؟ تتولي تشوف كام الخمسة إيش قلنا نحن البيضة في النص؟ قلنا إذا خمسة يولي لوج على البيض أحسب لي كونز ما بين جوز أعبيد بيض أصغر منها وأكبر منها ما بين العشرة لحدش باهي هل أني لحدش ونص أقرب لل 12 ولا لل 10؟ لل 12 دونك باش تحط لك 12 باهي هذا القريب باهي كان تفضل مش باقيين مش باقيين ديما البري صحيح ديما البري عاودها باش تسهل على روحك البري نقصد بها الآن والفو نقصد بها سفر ديما بين ذلك. أي غادر.
maintenant que la moche de protection. Ben, il y a une carrière de ça, الران تقصد لا ران دي لا ران دي لهنا لا ران دي تاعنا اش قلنا كيبالك اكبر من 8 احنا في العاده يعطيك عدد واحد بعد الفاصل ولا شوف يعطيك عدد اكبر من الفاصل شنو تعمل يعني زوز عدد ولا ثلاث عدد شنو؟ تعني تمشي تشوف العدد اللي بعد الفاصل الثاني لأنها 8 ما فوق النص زيد اللي عدد اللي قبله زيدوا بليس 1 8 أكبر من النص زيد 5 بليس 1 تتولى 6 صاي تو ولا عندي عدد واحد قديه تو 8 ولا عندي 6 ال 6 هل أني أكبر من 5 ولا أصغر من 5 ولا مساوي من 5 أكبر من 5 دونك لونتي 11 زيدوا بليس 1 تتولى 12 عائشة 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 نفس السؤال بس يا عائشة مبين ليش مش من هذا الجواب عائشة أنا مبين يومنا خط سمحني بشيء أي ليش وصلت 50 إذا حنا نجم نعتبروها بعد الخمسين ما ليش فاصل ليش بعد الخمسين دوز أوتوماتيك أو لازم أنت شفت تشوف الساعة كيبالك عندك أكثر من فيرجيل أكثر من واحد أركع حتى البارتي فلوتون نتاعك ركعها في شيفر واحد باش نجم نقرر أنت هذاك باش يبقى لك في الدوز ولا في الأونز ولا في الفانت ولا معناها بعد الفاصل كيف نحط الدوز شيفر ما تنجموش تحدد ما تنجمش تحدد إلا إذا الشيفر الثاني كانوا أصغر من خمسة باش تحدد على حساب الشيفر الأولاني اللي أنا مش باش يتبدل كانوا اكبر من 5 باش تزيد الشيفر الاولاني بلس 1 وتشوف حسابك شنو هل انا باش يزيد ولا مش باش يزيد فهمت ولا شكرا بحريني 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 فضل باهي فاض فاض شفت الأخير الأخير مثلا باهي نحب نفهم نحب نفهم الثانية كيفاش جاتكم باهي الثانية نعم باهي لا حضر ربي عندك أول حاجة العشرة سكر المايك نتاعك صافي باش ما يعاودش الصوت باهي العشرة أكبر من 12 أنا أنت اسأل روحك صحيح ولا لا غلط دونك مش تعطيني فو لأني العشرة أصغر من 12 دونك هذه تعطيني فو سامح عشرة لأنها أصل من 12 ودي الـ A خلاها من بعد الـ RBS بتاع المهندس نعرف أن الـ RBS تعطيني الـ Valor Absolute بتاع المهندس تعطيني 10 هل أني العشرة اللي يساوي RBS 10 مساوية الـ 10 فري دونك هذه فري ولو عطتني فوق ما بينتهم A فوق
النتيجه نتاعي اي فري. ايش قلنا نحن اي باش نبدلوها بالمنتيفيكاسيون عمليه الضرب، الفري نبدلوها بواحد والفور نبدلوها بصفر. شنو باش نعطيني صفر في الواحد؟ صفر اللي هي فوق. واضح؟ واضح يا طارق؟ ريما تفضلي. سيب ربي في الأخرى في الأرض تيجي يعطيني 11.55 شنو؟ نفس العملية أنا 55 يقول أنا تعتبرها 5 1 5 1 لأنه نفس الشيء ما عندهم حتى تأثير الخمسة الثانية. فهمت ولا؟ يظل يعطيك 5 الكل هز واحدة برك ما عندهم حتى تأثير. وقتاش تتأثر الفاصل أكثر من اللي قبله كانوا فوق الخمسة باش تزيدوا بليس، اللي قبله كانوا أقل من 5 باش تنحي تلغيه الفاصل تماما. كذلك 5 باش تولي شنو؟ هاوني 5 لهنا وشنو باش نعمل؟ باش نحصر ال 11 نتاعي نحصرها ما بين زوج عدد زوجين اللي هي 10 ولا 12. ال 11 ونص توا أقرب لل 12 ولا لل 10؟ لل 12 دونك ال 12 هو اللي باش يجي الفارق. باهي جاست تراست. طيب قلت لك بلي مسيو تو هو مش فكري قال لنا تبدا معنا بعد الفاصل في كراسان وقتها نشوف فاصل باع ولا بطبيعة بطبيعة ولا شنو؟ اما هنا عندنا 0.58 اكبر من 0.5 اي معناها نزلوها ديريكت دوز علاش نقعد نشوفوا. لا نعم راني شفت انت شفت فهمت اعطيتك القاعده تماما انا قاعد نطبق هنا بالنسبه لي نحطها دوز من غير الخامه اما اعطيتك شنو باش يصير. فهمت ولا 58 هذيك ما دام ثم 8 شنو باش يصير؟ باش يزيد لك بلوس ان السانك اللي قبلها من بعد تزيد لك تولي 6 اوتوماتيك باش تتعدى اللي بعدها اللي هي دوز. انت اذا امورك اذا فهمها مريقة معناها في موقف واضح العمل مريقة تبقى تعمل اللي تعطيك هنا وهنا فقط قاعد تفسر. علاش كنت كي تشوف نحن المرة في الديزيزون في الأولانية على شنو خدمنا؟ خدمنا على شيفر واحد كي تشوفها أنت هكا فيها شيفر 8 اش تيجي في موقف؟ تقول هاي في النص هاي موجودة في النص اللي هي مش موجودة في النص تم 8 عندها تأثير. الله يبارك فيك. باهي ألا تفضل. لا كي تكون فوق ال 50 شنو؟ كي تكون فوق شو؟ كي تكون فوق ال 5 11.6 7 8 9 حط 12 اوتوماتيك جد تحت ال 5 حط 11 جد في النص شوف العدد الزوج الاقل. ايه ما تقدرش تحط 11.51 هذيك في النص يعني الغيه الواحد هذاك ما عنده حتى تقدير 11.5 تعتبر. لا 11.5 وتعمل الروندي نتاعها على حسب البير اللي هو الاقل باش تجيك في ال 12. فهمت؟ اي فهمت. 10 باهي يا جماعة مشكورين ان شاء الله اللي ما فهمش حاجة نجم يحضر في اللايف تاع الشلة مع من 5 ل 7 ان شاء الله في ساعة الرب وبالتوفيق للجميع ان شاء الله وان شاء الله تكون السيونس عجبتكم ان شاء الله تكونوا فهمتوا. نواصلوا الحصة الجاية نحاول البيت من نيتيب كاركتر ما تزلنا ما تخلناش وبالطبيعة كما قلت لكم يزيد درسيس يا جماعة أخذ هذه الدرسيس و
بعثوني على البريفي. زين كان اشكو انزل جهد. اهلا جهد. بس يوم كنت كذا ما فهمتكش وقتش بليه وقتش تعمل الباقة فوق ليه باقة فوق قلت لهم كيوس اللي جروب من تحت على مية مش هذا كان نعم ديجا في مية ولا لا لا ما زلت لا لا هذا كان ثابت ما وصلش كان خليته ما وصلش لكن شو اليوم وصلت حاجة ما أقدر ليش 88 علاش انا مش حكيت ما حبش نبدا لاني كنت نبدا من جروب 12 ولا 10 اشترها ما تحملش بدل حال لايف على سوس ولا تيك وزيد ما تقبلنيش باهي هذا هو اللي كان شاطر السيونس الجاية تنقلكم عليها في الكروب العشية باش نعاودو نفس الكور راهو اللي ما فهمش توا يجي أهلا تيزي مرحبا مسيو بربي باش نقولك يا أخي أنتو بروجرام وقتاش عملوه خلينا نساعد راجعو الكور نتاع الوزير نتاع مجمع مش فاهمين حد شي كي نقدمو شوية في الكور إن شاء الله تمام نفس البروجرام باش نعاودو أنا مش مش نعم بعثت نمرويه عندها بريفين مش يوصل باش دخل الجروب يعني بعثني مساج وما تعديش ولا شيء ايه ينجم يكون انت يعني في البريفين في التيك توك تقصد ايه في التيك توك اكيد راك بعثت برشا مساجات كيف انا امس كي بعثت برشا مساجات تبلوكي شنو بعثت هيك نجم ابعد تو اما اصبر عليها شوي لانه يعني برشا مساجد بعد ان شاء الله نقدر نرجع ان شاء الله. لا 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 عبد اللهوي مرحبا. السلام اهلا. لحظة لهنا شفت انت نفترض وهذه خليني نعطيك مثال نفترض ما عطاكش قديش 58 اعطاك حد 2000 نعطاك مثلا قديش فاصل 895 يا ولدي اذا البرجين الاولاني الفصل الاولاني فوق الخمسه تقدر تشوفهم البطيئه واضحة أما إذا أقل من خمسة وقتها عند نجم يغيروا لك البضاعة إذا لهنا ما دام أكبر من خمسة يعني ثمانية أوتوماتيك باش يجي 12 من غير لا تعدى البضاعة شوف لهنا شوف إذا مثلا ثمانية هذيك متوسطها واحد اوتوماتيك بعيدة ياسر ما تنجمش دي شيفرة في التسعة والخمسة ما عندهم حتى شيء حتى كي باش يوصلوها باش يوصلوها للدو دونك باش تبقى اونس واضح وقتاش ممكن تتغير إذا عندك في الكاد ممكن العملية تتغير شوي هنا تسعة تحط لها مثلا 49 هنا اش تتولي كذا باش تولي خمسة كي تولي خمسة ولينا في النص ولينا نخدموا على البير ولا البير البير قبلها وبعد فهمت كيفاش تضبط للتو فهمت ولا مازلت مش واضح فهمت باهي واضح سلام باهي يا جماعة الشيء يكون باسم الدرباك إن شاء الله كما قلت لكم اخموا الاكسرسيس تاعكم عاودوهم وضعكم لي على البريفي اللي مش داخل للجروب يبعث لي بريفي على
التيك توك ان شاء الله تنجيبه في اقرب وقت. اصبر عليه شويه، راه برشا ميساجات فوق المئة. على قد ما نحاول نجاوب نكثر من الميساجات تاي بلوكيني تيك توك، ما نجمش نرجع على الميساجات الكل. انا اصبر وندخلكم ان شاء الله. باهي نيروز ولا شنو اسمك؟ تفضل. عسلامة مسيو. سلام أهلا. حبيت نسألك كي خليك نفسك باش تبعثهم على الواتساب. شفت أنت عطيتهم لكم في الكور موجودين على الكور بالطبيعة. أنت في وسط الجروب ولا؟ إي دونك أدخل الجروب تلقى الكور غادي محطوط. تبي شارج الكور تلقى الاكسرسيسات موجودين يخدمهم مع بعض. ابعت لي فريدي ما تبعتش على الجروب. باهي يبارك لك ما شاء الله. ليز اكسرسيس باهي نعاود لك اكسرسيس. نخدم مع بعضنا السيت دونك اكزرسيس 8 او فيه 3 بارتي و اكزرسيس 9 على الالياف و اكزرسيس 10 و البوليان نخدم معاهم مع بعض يعني من الويت و الديس ويت و هاف و ديس الشاني و التوب اسمها فيربال كي نفهم ابعثوا لي على البريفي يعني على الجروب يعني كل واحد يبعث لواحد مش يبقى في يعني الجروب وسط الجروب مش ما قبلش نقل لبعض كل واحد يعمل مهام حتى كي ظلت وحدته في حاجه حاولوا تفهموا المشكل وين بالضبط تبدا تفهم شوي بشوي تتحسن مره ولا اخرى. شكرا لك مسيو. هي لا بسجل بسجل في اقرب وقت ان شاء الله باش نسجل باش نهبطوا